بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله معانا في شابتر 16 معانا double integration over general region اللي هي الجزئية 16.3. المرة اللي فاتت أخدنا مع بعض double integration over rectangular region وعرفنا اللي هو بيكون iterated integrals، والنهاردة بإذن الله بنستكمل مع بعض في 16.3 بنستكمل مع بعض double integration over general region. عندنا as a whole كفكرة عندنا لو معانا function of several variables say f of x و y، لما بنيجي نعمل integration فبنعمل لها multiple integrals بعدد ال variables فبيبقى معانا double integration. ده هنا معانا general region فبيبقى double integration ل function f of x و y. function f of x و y قلنا دي area، ودي area قلنا لإما تكون دي x دي y دي area، إما إن هي تكون دي x دي y or دي y دي x over region دي. والليكتشر اللي فات قلنا ان الريجون كانت ريكتانجل، ويعني بننوه ان ريكتانجل كانت الريجون يعني ال A وال B كان ال X valid من ال A from A to B كان constant values يعني، وال Y valid من ال C لل D كانت اللي هي تكون برضو constant values يعني. لكن الجزئية تكملتها بيبقى عندنا general region دي between مجموعة من الكيرفز عندنا. فمعانا بالنسبة للجنرال ريجون بتبقى مور جنرال عندنا. مور جنرال ازاي؟ اللي بيفرق معانا اولا بنعمل بروجكشن للسيرفيس او للفانكشن على واحدة من الكوردينيت دومينز، ده اول حاجة. الحاجة التانية عندنا ان احنا لو عندنا الريجون دي احنا قلنا معانا دبل انتجريشن لفانكشن اف اوف اكس واي دي اريا اوفر ريجون دي، فعندنا الدي اريا دي اما ان هي تكون دي اكس دي وار او دي واي دي اكس. لو عندنا ريجون دي بالشكل اللي موجود عندنا هنا في السلايد فبنلاقي ان الافضل ان احنا نقسمها لمجموعه من الستريبس او مجموعه من الشرايح بتكون هوريزونتال عندنا بهذا الشكل. هوريزونتال معنى هوريزونتال ان بتكون بهذا الشكل، بحيث لو خدناها سوري هي دي فيرتيكال اللي احنا رسمناها، دي مجموعه من الستريبس بتكون فيرتيكال. لو خدناها فيرتيكال احنا عايزين نعمل سكان لاريا، لو خدناها vertical فبتخلي بالك هنا ان بتكون الدي اريا هي دي واي اولا ثم دي اكس دي واي دي اكس، يعني الدي اريا بتكون الدي اريا دي بتكون دي واي دي اكس. فبيبقى الدبل انتجريشن للفانكشن اللي هي الانتجريتنج فانكشن اللي بنجري عليها الدبل انتجريشن هتكون دي واي دي اكس لما بناخد vertical strip. هنا بتخلي بالك هنا ان واحنا في اتجاه انكريز للواي في اتجاه زيادة الواي، فاحنا جايين في اتجاه زيادة الواي اول واي هتصادفنا هي واي للكيرف اللي تحت اللي هي جي 1 اوف اكس جنرال، بقى جي 1 اوف اكس ما بقتش فاليو زي الريكتانجولر. وبعدين الواي اللي بعد كده اللي هي الكبيرة بتكون جي 2 اوف اكس فانكشن في الاكس جي 2 اوف اكس. والفيرتيكال ستريب دي بنحركها هوريزونتال من اقل فاليو للاكس اللي هي الاي، طبعا عارفين ان الانتجريتنج الداخلي بيقص الفاريبل الداخلي اللي هو من اقل فاليو على التو كيرفز، والاكس من الانتجريتنج الخارجي بيقص الفاريبل الخارجي اللي هو الاكس، اقل فاليو هو الاي واعلى فاليو للاكس هي البي. فلو هنا في بعض الأحيان بنلاقي إن هنا الأفضل إن إحنا نقسم الأريا أو نعمل عليها دبل إنتجريشن لمجموعة من الستريبس بتكون فيرتيكال ستريب بهذا الشكل، في الفيرتيكال ستريب بتكون
دي واي دي اكس. طيب في كيس تانية، ممكن بنلاقي الريجون، ما زلنا بنقول ان احنا معانا دبل انتجريشن لانتجريتنج فانكشن اف اوف اكس واي، دي اريا، فدي اريا طبعا هنا دبل انتجريشن لاف اوف اكس واي دي اريا. الريجون دي اللي موجوده ظاهره لنا دلوقتي في السلايد، بنلاقي افضل حاجه ان احنا بنعمل سكان لاريا ان احنا نقسمها لمجموعه من الستريبس شرايح، يعني بتكون هوريزونتال. في حاله الهوريزونتال اكن هنا ده بنتجه من القليل من الصغير للكبير اللي هو ده الاكس اكسيس. في حاله الهوريزونتال بيكون الدي اريا هنا لما نختارها هوريزونتال بتكون دي اكس اولا دي اكس دي واي، الهوريزونتال بتكون دي اكس دي واي. طيب الحدود الاكس عندنا اول فاليو بتصادفنا للاكس هي اكس اللي على الكيرف اللي موجود هنا ده اللي هي اتش1 كيرف ده بقى اتش1 اوف واي اتش1 اوف واي. وبعدين في اتجاه زياده الاكس، الاكس اللي بعديها اللي بتصادفنا اللي هي اتش2 اوف واي اتش2 اوف واي، تمام. طيب وبعدين الهوريزونتال ستريب دي بنحركها فيرتيكال عشان نعمل سكان للاريال، من اقل فاليو للواي اللي هي السي لاعلى فاليو للواي اللي هي الدي. وطبعا عارفين لما بيبقى دي اكس دي واي بيبقى الفاريبل الداخلي، الداخلي بيخص ده الاكس ده بيخص الاكس ده، والفاريبل الخارجي بيخص الانتجريشن الخارجي اللي هو الواي. ده بالنسبة للإيه؟ ده بالنسبة للكيس اللي ممكن تصادف له. طيب إمتى نختار هوريزونتال وإمتى نختار فيرتيكال؟ ده حسب ظروف كل مسألة بنشوف أيهما الأفضل. أكيد بيحكمنا النمبر أوف ستريبس، إن مثلا يعني والإنتجريتنج فانكشن، الإنتجريتنج فانكشن اللي هي الـ f of x1 بيحكمنا في كده حاجتين، عدد الستريبس ممكن يبقى لو اخترناه هوريزونتال يبقى 2 مثلا، ولو اخترناه فيرتيكال تبقى 1. طبعا الواحد افضل من الاثنين، يعني العدد لما يبقى اقل لان كل عدد ستريب بدبل انتجريشن كمان، ها. واللي بيحكمنا كمان الانتجريتنج فانكشن زي ما نشوف مع بعض في الاكزامبل. فيبقى هنا اللي احنا قلناه مع بعض قبل من شويه بنلخصه، معانا تو كيسز دبل انتجريشن اوفر جنرال ريجون، فبتبقى الريجون الانتجريشن مور جنرال، بتبقى باوندد بمجموعه من الكيرفات مور جنرال، مش بتبقى فاليوز اي بي سي دي زي ريكتانجولار ريجون. فممكن ناخدها فيرتيكال ستريب زي الكيس هنا فيرتيكال ستريب، وفي الحاله دي بيبقى الدبل انتجريشن لاف اوف اكس وواي بتكون دي واي اولا دي اكس دي واي دي اكس. الليمت للواي اول واي بتصادفنا هي واي للكيرف اللي تحت واحنا جايين في اتجاه الانجليزي للواي عشان ما نتلخبطش ونعرف حدود الانتجريشن. فيبقى من جي 1 اوف اكس فانكشن في اكس الى الواي الثانيه اللي بتصادفنا اللي هي جي 2 اوف اكس، وبعدين بنحركها horizontal من اقل فاليو للايه هي الاكس هي الاي واعلى فاليو للاكس هي الدي. ده الكيس الاولاني. الكيس رقم 2 اللي هي هنا ده قلناه ان في بعض الاحيان بنلاقي الافضل ان احنا ناخد horizontal stream، نعمل سكان للاريا بهوريزونتال ستريب. ففي الحاله دي بيبقى الدبل انتجريشن لاف اوف اكس وواي بيكون دي اكس دي واي لما يبقى هوريزونتال ستريب. الحدود او الليمت للاكس من ده اتجاه الانكريز للاكس، عندنا ده اتجاه الانكريز للاكس واحنا جايين في اتجاه الانكريز للاكس، ده الاتجاه ماشيين في هذا الاتجاه. اول اكس بتصادفنا هي دي اللي هي على الكيرف الاولاني اللي هو اتش1 اوف واي، وبعدين الاكس الكبيره اللي بتصادفنا يبقى دي اكس1 ودي هنا ايه اكس2، الاكس الكبيره اللي هي اتش2 اوف واي، وبنحركها فيرتيكال
مش هنعمل اسكان للاريا، من اقل فاليو للواي اللي هي السي لاعلى فاليو للواي اللي هي ايه الدي. بس لو فهمت الجزئيه دي هتلاقي ان شاء الله الموضوع بالنسبه لك هيبقى مفهوش ان شاء الله اي مشكله باذن الله. نشوف ازاي بنطبق مع بعض في الاكزامبل عندنا. فازاي بنطبق مع بعض مجموعه من الايه، مجموعه من الاكزامبلز. اول اكزامبل كده بنشوف بيقول لك فايند ايه، بيقول لك فايند الفوليوم. طبعا عارفين ان الدبل انتجريشن اوفر جنرال ريجون بيجيب لي فوليوم برضه، باوندد بالسر اباف بالسيرفيس وبيلو بالاكس واي بلين حسب الريجون عندنا. فهنا اول اكزامبل بيقول لك فايند الفوليوم ذات لايز اندر بارابولويد. كان ممكن ما يقولوش ان هو بارابولويد، ودي ايكويشن لبارابولويد. واباف الريجون دي، اباف الريجون دي في الـ XY بلين وباوندد باي y equal to x و y equal x square. طبعا انا جبت لك الجراف هنا، ده موجود عندك في التكست. البارابولويد ده في 3 دي بس، جاست ان هو بيوضح لك ايه هو الفوليوم اللي انت هتجيبه. فعايز الفوليوم الباوندد بالبارابولويد، وده عارفين ده البارابولويد باوندد بالبارابولويد ده، وباوندد بالاكس واي بلين، الاكس واي بلين وعارفين طبعا الاكس واي بلين ايكويشن ليه زد بزيرو، و باوندد باوندد بواي ايكوال تو اكس وواي ايكوال اكس سكوير. طبعا واي ايكوال اكس سكوير الشكل في 3 دي اللي هي بارابوليك سلندر دي y equal x square، وال y equal to x الشكل هنا ده equation لبلين. فده في 3 دي يعني احنا يعني ممكن بس عشان تتخيله انا جايبه لك الشكل من الايه، من التكست، لان الواحد لازم يعرف الشكل في 3 دي في 3 dimension علشان يعرف ان هو بيعمل بروجكشن للفوليوم على واحد من الكوردينيت بلينز. لو عملنا بروجكشن على الاكس واي بلين هيبقى ده هنا الاكس وده هنا الواي، ده اللي يهمني بقى البروجكشن شكلها ايه على اساس الدبل انتجريشن هتبقى عندنا الفوليوم اللي هو عايزه ستارت من الاكس واي بلين اللي هو زد بزيرو لغايه زد للايه، لغايه زد للبارابولويد اللي هو اكس سكوير بلس واي سكوير. طيب البروجكشن للاريا دي على الاكس واي بلين هتبقى البلين ده y equal to x، هيبقى الستريت لاين y equal to x passing through 0 و 0 و x ب 1 و y ب 2 البوينت ده y equal to x. طيب و y equal x square، y equal x square فهيبقى عندنا y equal x square. طبعا البارابوليك سلندر بتبان بارابولا حقيقيه في ال xy بلين، والاكسس ليها بره لل z اكسس زي ما هو بين لك هنا في الايه، بين لك هنا في الشكل. طيب وفي الحالة دي هيبقى y equal x square equation لبارابولا، طبعا يعني تكملة الشكل equation لبارابولا بسيمتريك عند ال y، سيمتريك حوالين ال y، وهنا بيبقى ال area البروجكشن لل area هي دي اللي هو ال d، ده البروجكشن لل area اللي هو المنطقة دي. لو وضحتها لك هنا باي لايت هي دي البروجكشن للاريا اللي هنعمل عليها الدبل انتجريشن ايه. طيب البروجكشن للاريا هنا لو فكرنا نعمل لها سلايدز مثلا فيرتيكال، طبعا الفوليوم اللي عايزه، طبعا الفوليوم هيطلع دبل انتجريشن هيطلع كميه بوست،
الفوليوم اللي عايزه عبارة عن دبل انتجريشن يعني شباب للريجون دي اللي هي البروجكشن على الاكس واي بلين. لما اخترنا بروجكشن على الاكس واي بلين يبقى هناخد فرق الزدات، فرق الزد، زد القليلة هي زد للاكس واي بلين لانه عايز اباف الاكس واي بلين، فبيبقى زد بزيرو ولغاية زد للبارابولويد اللي هو اكس سكوير بلس واي سكوير. وهنا هيبقى دي اريا، دي اريا لما خدناها هنا دي اريا، دي اريا لما خدناها عندنا فيرتيكال ستريب هيبقى الدبل انتجريشن هيبقى ده ايكوال، ده الفوليوم اللي عايزه في المسألة. أول واي بتصادفنا واي 1 للبارابولويد في اتجاه زيادة الواي، واي 1 للبارابولويد اللي هو سوري واي 1 للبارابولا اللي هو واي ايكوال اكس سكوير اللي هو الداتا ده. y1 للبارابولا اللي اللي هو x سكوير، والواي الكبيرة هي y للستريت لاين اللي هي y2 اللي هي ب2x. يبقى هنا يبقى equal double integration لما اخترنا vertical strip هيبقى x سكوير plus y سكوير، لما اخترنا vertical strip يبقى gy gx. حدود ال y من y القليلة اللي هي x سكوير الى واي الكبيرة اللي هي 2x على الستريت لاين، والاكس هنا محتاجين نجيب الانترسكشن بوينتس بين الستريت لاين واي ايكوال 2x واي ايكوال اكس سكوير. طبعا عارفين ان عند الانترسكشن بوينت يتساوي الاكس مع الواي، فلاما نجيب واي اللي هنا اللي هي 2x ونساويها بواي للكيرف اللي هو اكس سكوير، وده هيديني لأما x بزيرو ويبقى ال y بتو x برضو بزيرو، أو بيديني ال x بتو ويبقى ال y بفور. يبقى لما بنحركها horizontal أقل value لل x هي زيرو وأعلى value لل x هي 2. نوضحها لك هنا بقى تاني، يبقى ال volume اللي عايزه equal double integration لزد للبارابولويد، ده زد للبارابولويد لأن between ال xy بلين زد بزيرو، ده زد الصغيرة زد بزيرو وزد الكبيرة اللي هي زد للبارابولويد، فيبقى عندنا زد للبارابولويد اللي هو x square plus y square. الريجون عندنا طلعت الريجون اللي احنا رسمناها دي، دي الريجون للانتجريشن، ده الريجون للانتجريشن اللي هي دي لما عملنا بروجكشن على الاكس واي بلين. لما بنعمل بروجكشن على الاكس واي بلين يبقى الدي اريا لا اما تبقى دي اكس دي واي اور دي واي دي اكس. طيب لما خدنا فيرتيكال بقت دي واي دي اكس، حدود الواي من اقل فاليو للواي على الكيرف البارابولا اللي هو اكس سكوير لاعلى فاليو للواي الكيرف للستريت لاين اللي هو ب2 اكس عندنا، فبيبقى هنا دي واي والواي من اكس سكوير للبارابولا الى 2x، وبعدها دي اكس اقل فاليو للاكس كانت بزيرو واعلى فاليو للاكس كانت بو. طبعا الانتجريشن الداخلي with respect للواي، ونقول هنا الفوليوم بيتحسب ازاي. الانتجريشن الخارجي اللي هو من 0 ل 2 دي اكس الفانكشن دي الانتجريشن الخارجي قاعد مستني الانتجريشن الداخلي انه يبقى تجري يعني ويطلع فانكشن في الاكس. طيب الانتجريشن دي واي هنا هيبقى دي واي هيبقى عباره عن انتجريشن لما تيجي تجري هيبقى عندك اكس سكوير واي كان الاكس كونستنت ويبقى هنا واي بلس واي كيوب تو اوفر 3، ده الانتجريشن الايه الداخلي. ما عندنا الواي بتتغير من اكس سكوير ل 2 اكس، تمام؟ طيب
بعدين يبقى هنا اجي الانتجريشن من 0 ل 2 سبستيتيوت في الابر اللي هو ب 2x، فبتديني 2x كيوبد بلس هيبقى 2x all كيوبد اللي هي 8x كيوبد اوفر 3، ده لما عوضنا بالايه بالابر باوند اللي هو 2x، ماينس سبستيتيوت باللور باوند اللي هو x سكوير يديني x to the power 4 بلس ال y بx سكوير كيوب to the power كيوب يبقى x to the power 6 over 6. دي الفانكشن دي x اللي هي قاعدة مستنية ان هي تبقى فانكشن في الx. طبعا الانتجريشن ده سهل لان هو بتضيف على الباور 1 وتقسم على الباور الجديد. طبعا التجميع مين اللي يتجمع؟ دول بس اللي يتجمعوا مع بعض. ايوه وهيتجمع هيبقى 14. ايوه 14 over 7 14x كيوب اوفر 3. ايوه ايوه هو انا بس عايز اسال على حاجه، هو ليه حدود التكامل بتاعه الدي واي من يعني ليه y1 هي اللي باكس سكويرد وy2 ب2x، ليه مش العكس مثلا؟ انت جايه انت لسه داخله دلوقتي مش كده؟ لا لا انا داخله من بدري بس بحاول استوعب مش عارفه ايه ده. تمام طيب هو كده قلنا الحدود الانتجريشن اقل واي، مش ده اتجاه زياده الواي هنا؟ مش ده اتجاه زياده الواي؟ اه تمام. طب وانت جايه في اتجاه الانكريز للواي، اول واي بتصدق القليله هي مين؟ واي للكيرف اللي هي اكس سكوير دي صغيره بالنسبه لي. طب وانا جايه في الاتجاه الواي اللي هي اول واي بتصادفني هي واي للكيرف، والواي اللي اعلى هي دي الواي الكبير، فانا باجي من الصغير للكبير. لو اتبعت الاسلوب ده مش هتتلخبط. يعني هنا اهو تاني اجي يعني انا مثلا باخدها على حسب اللي هي الشريحه دي يعني. vertical strip. ما انت دلوقتي احنا قلنا هناخدها vertical strip، دلوقتي ادي vertical strip اهو مكبرها لك vertical strip. تمام اكنك بتمشي في الاتجاه ده اتجاه زياده الانكريز للواي. فاحنا جايين في الاتجاه ده، اول واي بتصادفني هي دي الواي الصغيره للكيرف اللي تحت اللي هو واي 1 بايه باكس سكوير، وبعدين الواي الكبيره هي للستريت لاين اللي هي y2 اللي هي ب2x. ده تمام شكرا جدا. لو خدتي في اعتبارك ان انت هتاخدي في اعتبارك دايما ان انت تمشي من الصغير للكبير مش هتتلخبطي وتبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. على فكره برضو في حاجه تاني، يعني احنا برضو الفوليوم ده علشان الدبل انتجريشن برضو يطلع لنا بوزيتيف، فاحنا خدنا فرق الزد برضو واحنا جايين في اتجاه الانكريز للزد برضو عشان ايه يعني عشان لما يبقى فيه كذا سيرفس مع بعض في اتجاه زياده الزد، فاحنا اول حاجه عدينا عليها هي الاكس واي بلين اللي هي زد بزيرو، عشان كده اكمني دي حاجه متعوده عليها فمش واخده بالك ان احنا عملناها. وبعدين برضو ده الانكريز للزد برضو، بحيث ان هو اول زد عدينا عليها هي الاكس x y اللي هي زد بزيرو، ثم زد للبارابولويد اللي هو x سكوير بلس y سكوير. طب هو احنا ليه خدناها فيرتيكال اصلا ما خدناهاش هوريزونتال؟ العفو على ايه؟ نعم تاخد ايه؟ انت عايز تاخد انت بتتكلم على البروجيكشن، كان ممكن تاخدها هوريزونتال، هقول لك ازاي. يعني هنا ممكن تاخد فيرتيكال وممكن تاخد هوريزونتال. انا بس الحاجه الثانيه انا بس اللي انا طالما وصلت الانتجريشن لسنجل فبعتبره انه ايه انه خلاص ما عادش فيه مشكله. يعني انا بس بجمع دول فبدول 14x كيوب اوفر 3، معلش يا شباب هنا 14x كيوب اوفر 3، فيبقى هنا هنضيف على الباور 1 ونقسم على الباور الايه الجديد، فيبقى 14 اوفر 3 ونضيف على الباور 1 ونقسم على الباور الجديد، وبعدين هنا بنبقى نيجاتيف x to the power 5 over 5، وبعدين هنا نيجاتيف x to the power 7 over 7 times over 7 times 7 times 6 اللي هي 42،
ولما substitute من 0 ل 2 طبعا السنجل انتجريشن ما عندكش اي مشكله ويطلع 260 over 35. مفترض الفوليوم ده لازم يطلع بوزيتيف، واحنا بنراعي ان احنا نمشي من الصغير للكبير، عشان كده ايه يعني لازم طالما طلب في المساله فوليوم فلازم يطلع بوزيتيف، لكن لو طلب دبل انتجريشن مي بي بوزيتيف مي بي نيجاتيف. عندنا هنا حد بيقول لي طب ليه اخترنا فيرتيكال؟ كان هنا ممكن نختار هوريزونتال ستريب، كان ممكن نختار هوريزونتال، يعني ما حسيتوش بالفرق قوي. ويبقى هنا اللي كانت تسالني على الاتجاهات، عندنا ادي لو اخترنا هوريزونتال اهو كان ممكن، لان هي هوريزونتال اور فيرتيكال بتبقى شريحه واحده ستريب واحده، فبالنسبه لك بتبقى سهله. بس هنا ادي لو اخترت هوريزونتال، اللي كانت تسالني هنا لو اخترت هوريزونتال ده الانكريز للايه للاكس. فلما نختار هوريزونتال اتفقنا مع بعض، لما نختار هوريزونتال الزد هنا اكس سكوير بلس واي سكوير، ولما تبقى هوريزونتال هتبقى جي اكس اولا ثم جي واي لما تبقى هوريزونتال. طيب الاكس بتتبلد من كام لكام؟ اول اكس هتصادفني بقى المره دي هي اكس للستريت لاين اللي هو ده، اللي هي بايه بهاف اكس، اكس هاف واي، اكس للستريت لاين اللي هي واي اوفر 2 هاف واي. وبعدين اكس تانية الكبيره اللي هتصادفني هي اكس للبارابولا اللي هي جايه من دي، اللي هي اكس يبقى اكس 2 للبارابولا بوزيتيف سكوير روت بوزيتيف واي. يبقى هنا اكس 1 هتبقى بواي اوفر 2، والاكس 2 الكبيره هي بروت واي، روت واي. وبعدين لما بتحركها فيرتيكال بتحتاج كده كده الانترسكشن بوينت، اقل فاليو للواي هي 0 واعلى فاليو للواي من 2 ل 4، اعلى فاليو للواي هي ال 4. طبعا هتجري الانتجريشن الداخلي في الاول with respect للاكس، فبيبقى اكس كيوبد اوفر 3 يعني with respect للاكس هيبقى هنا من 0 ل 4، ويبقى هنا x كيوبد اوفر 3، وهنا بيبقى y سكويرد x، وسبستيتيوت عن الx مره ب y اوفر 2 ومره بروت y اللي هي y تو ذا باور، ويبقى دي الفانكشن y. واكيد اكيد هيطلع لي ذا سيم ريزلت 260 اوفر 15. دكتور احنا اعتبرنا وهنا في الانتجريشن ده اعتبرنا الواي سكوير هي زي اي نمبر اي رقم كونستنت كده وخلاص. فين الواي سكوير ده؟ اللي في الانتجريشن تحت. الانتجريشن تحت اللي هو واي سكوير. الانتجريشن ويز ريسبكت للانتجريشن ويز ريسبكت لاكس، زي ما كنت في البارشال ديريفاتيف بتيجي تفاضل بارشالي ويز ريسبكت لاكس بتعتبر الواي كونستانت، لما تيجي انتجريت ويز ريسبكت للاكس بتعتبر الواي كونستانت. فالانتجريشن بالنسبه لما واي سكوير اكنك شايف 9، فانتجريشن ل 9 بايه؟ ب 9 اكس، يبقى هنا واي سكوير اكس. ممكن بس دكتور بقى كمان سؤال، يعني ممكن نحدد الجزء اللي هو بتاع الانتجريشن ده على الرسم 3 دي؟ الجزء الرسم اهو يعني نوضحه. تمام، البدايه والنهايه. هو ده يعني الانتجريشن ده قال لك فايند الفوليوم ذات لايز اندر ذا بارابولويد. فالبارابولويد انت عارف البارابولويد ده اللي هو الفيرتكس ليه 0 0 وفي اتجاه الانكريز للايه، في اتجاه الانكريز للزد البوست. تمام، دي عارفه البارابولويد ده سهل. طيب وبعدين above the region bounded by the xy plane، يبقى في عندنا ال xy plane above ال xy plane اللي هو z بزيرو، أعلى ال xy plane. تمام، طيب وbounded بإيه؟ bounded by y equal to x، اللي بالك y equal to x ده مفترض إن هو ده equation المفترض لبلين، y equal to x equation لبلين، ده equation لبلين ده trace ليه في ال xy plane، وبرر للايه، برر للزد اللي هو ده ايكويشن للايه. وبعدين y equal x square المفترض ان هو جزء من
بارابوليك سيلندر برضو الاكسيس ليها برر للزد اللي هي الحته المقفله اللي هي دي، تمام؟ فيعني اللي هي الجزء اللي هو ده. طبعا اللي بيبان جزء حقيقي في الاكس واي بلين اللي هو لما جينا رسمناه. عشان كده لما جينا رسمنا احنا المفترض ان الفوليوم ده يعني الحاجه الاساسيه اللي تعرفها احنا بنتخيله عشان عايزين نعمل له بروجكشن في واحد من الكوردينيت بلينز الاساسيين، يا اما الاكس واي اور الواي اور الواي زد اور الاكس زد. فاحنا هنا نعمل بروجكشن على الاكس واي. فلما بنعمل بروجكشن على الاكس واي بلين بيحصل ايه عندنا؟ بالنسبه للجزء المنطقه اللي هو محددها y equal to x هيبان التريس ده، فبيبان لك خط لان ده التريس للتريس اللي هو ده التريس ده خط اللي هو y equal to x. طيب y equal x square انت عارف ان البارابوليك سيلندر اصلا بتبان شكلها حقيقي في الاكس واي بلين، فكأنه عاطيلك حدود التكامل اصلا في الاكس واي بلين، اكن هو البروجكشن ده في الاكس واي بلين بيبقى نفس اللي اداه y equal to x y equal x square. ده بالنسبه ايه؟ بالنسبه ليه؟ فلما جينا رسمنا الريجون بانت ولا لا؟ فالفوليوم اللي هو عايزه above الاكس واي بلين، ف above الاكس واي بلين فهنا ادي من زد بزيرو، ستارت من زد بزيرو لغايه زد للبارابولويد اللي هو اكس سكوير بلس واي سكوير. يعني مش ظاهر زد الا في البارابولويد عندنا بالنسبه للفوليوم، فهو عايز الفوليوم ده. برضه هنا يعني شوف انت ايه اللي مناسب ليك، ادي ده البارابولويد هنا ودي اللي هي السلم وده البلين، ده البلين. يعني الشكل هو عايز في 3D، يعني هو طبعا بيبان اكتر اوضح في ال الاكس واي بلين، ادي الاكس واي وهنا نزل. فكان معانا واي ايكوال اكس سكوير، عارفينها طبعا دي عباره عن بارابوليك سلندر بيبان شكلها حقيقي في الاكس واي بلين اللي هي بتلف حوالين الايه؟ بتلف حوالين الواي الاتجاهين، يعني بتلف حوالين الواي والاكسيس ليها بيكون برر للايه؟ والاكسيس ليها بيكون برر للزد. ف واي ايكوال اكس سكوير تكون بهذا الشكل، ده الشكل اللي هو رسمه فيه التكست. فدي ده كان جزء السلندر، هو ما خدش الجزء النيجاتيف، هو ما رسموش، يعني الجزء النيجاتيف ما رسموش، تمام؟ هو ما رسموش طبعا. وبعدين ده بالنسبة لي الايه؟ بالنسبة لي السلم. طيب بالنسبة للبلين، وبالنسبة للبلين كان y equal to x، فكان y equal to x اهو. بلين طبعا عارفين هو بلين بيبقى سبيشال لانه باسنج ثرو ذا اوريجن، فبيبقى ليه برباط سبيشال. ده البلين اهو هنا كده، ممكن اعمله لك هايلايت. ده بلين. وبعدين عايز بقى ايه؟ بيظهر الزد في الايه؟
في البارابولويد اللي هو اللي ده عنده. طبعا عارفين البارابولويد فيرتكس دي 0 0 وايه واوبن. طبعا يعني الدرافت بتاعنا طبعا ادي اهو، ادي ده البارابولويد وادي السلندر اهي وادي البلين اللي هو ده. انا اللي يهمني البروجكشن على الاكس واي بلين. فطبعا هي عمليه بعد ما بتتخيل بتلاقي البروجكشن ان بيطلع نفس اللي هي y equal to x اللي هو اللي اداه y equal x square اللي هو البارابولا، باعتبار ان هي البارابولا بتبان حقيقيه او في البارابوليك سيلندر البارابولا بتبان حقيقيه في الاكس واي بلين. فبتلاقي الموضوع سهل بالنسبه لك، يعني بيبدا يوضح بيبقى افضل يعني بالنسبه لك ان انت بالبارابولا والستريت لاين اللي باعتبار ان انت بتتعامل مع البروجكشن في الاكس واي بلين. فيبقى ده الموضوع بالنسبه لك ستارت من الجزئيه اللي هي الجزئيه دي عندك. تمام. طيب بعد كده لما بتيجي تعملها دبل انتجريشن، بيبقى الدبل انتجريشن عندنا بتجري الدبل انتجريشن وبيطلع فاليو، والفاليو ده بيمثل لك الفوليوم اللي هو ده، بيمثل لك الفوليوم اللي حددوا في المسألة ده بالنسبة إيه للمسألة دي. طيب نشوف مع بعض كده يعني فكرة تانية في الدبل انتجريشن over general region. هنا مسألة بيقول لك إيه؟ بيقول لك evaluate الدبل انتجريشن، يعني اعمل لي الدبل انتجريشن ده أكنه هنا أكنه زي لو أنت عايز كومبيرت بالمسألة اللي فاتت، أكن في عندك surface z equal x plus 2y عندك، وعايز الفوليوم اللي above ال xy plane وbounded بالريجون اللي هو ده، where g is the region bounded by y equal 2x square و y equal 1 plus x square. ده بالنسبة ايه؟ بالنسبة ليه الاكزامبل رقم 2 عندنا. طبعا يعني تاني عايز double integration لintegrating function عبارة عن x plus 2y للd area، وقال لك ان الd، خلي بالك الd دي اللي هي الريجون للintegration، هي عبارة عن الريجون اللي bounded بالبارابولاس اللي هو الدايه دول بتو بارابولاس. فكده الموضوع بالنسبة لك أسهل من الاكزامبل الثاني، لأن هنا هو already عطيك الريجون اللي انت تشتغل عليها اللي هي في الx و. تمام. طيب الريجون دي عبارة عن ايه؟ قال لك 2 بارابولاس. البارابولا الاولاني y equal 2x square، بارابولا مشهور عندك ان هو فيرتكس ليه، بيهمني في البارابولا فيرتكس وسيمتريك حوالين مين. فالفيرتكس ليه هو 0 0 وسيمتريك حوالين الواي اللي هي الكوردينيت اللي مش سكوير، وy equal 2x square وليكن بهذا الشكل. تمام. ادي y equal 2x square، ده الاولاني y equal 2x square. طيب البارابولا الثاني y equal 1 plus x square. ال1 plus x square هو اولا هي y minus 1 equal x square، بارابولا الفيرتكس لي 0 و1، فالفيرتكس لي 0 و1 وبرده open up بيلف حوالين الy وبيكون بهذا الشكل انظر بقى. فده السكند بارابولا اللي هو التاني. طب ده بالنسبه ايه؟ ده بالنسبه للريجون للانتجريشن. فالريجون للانتجريشن دي اللي هو هنا اداها هي الريجون دي، ما فيش بتوين التو بارابولاس الا المنطقه الريجون دي عندنا، يبقى هي دي الريجون دي، الريجون اوف انتجريشن اللي هي دي. طيب هو عايز دبل انتجريشن لاكس بلس 2y، الافضل هنا ان احنا نختار ايه؟ نختار vertical strip ولا horizontal strip to scan area هنا يا شباب؟ vertical. ايوه شفت بقى لما بنفهم كويس، برافو. لما بنفهم بنلاقي الافضل هي vertical اللي هو ده. وهنا بقت الحياه الماليه بقت ايه؟ اوضح شويه، بحيث ان في اتجاه الانكريز للواي يا شباب، اول واي بتصادفني طبعا vertical يعني دي واي دي اكس،
فأول y بتصادف دي y1 للبارابولا اللي تحت اللي هو 2x سكوير، وبعدين الواي الكبيرة اللي هتصادفني y2 الكبيرة اللي بعدها اللي هي للبارابولا الثاني اللي هو 1 بلس x سكوير. يبقى الدبل انتجريشن اللي عايزه لx بلس 2y قلنا dy dx، تمام؟ طيب الواي قلنا من 2x سكوير عرفناها اهي لغاية 1 بلس x سكوير، والdx محتاجين بقى للdx محتاجين الانترسكشن بوينت دي. فالانترسكشن بوينتس طبعا دي بالنسبة لكم سهلة، عندها بيتساوى الواي او بيتساوى الاكس، نلاقي ان الافضل نساوي الايه نساوي الواي، فمعانا ان 2x سكوير equal 1 plus x سكوير، ده بنلاقي ان x سكوير ب 1 وبالتالي x negative 1 و plus 1 negative 1 و plus 1. طيب والواي ب 2x سكوير يبقى هنا ب 2، يبقى negative 1 و 2 و 1 و 2، دول الانترسكشن بوينت. لازم نجيبهم ليه؟ لان هم داخلين في حدود الانتجريشن. الاكس عندنا اقل فاليو عندنا هي نيجاتيف 1 واعلى فاليو ليها هي الايه هي ال1، تمام؟ طيب يبقى هنا اتفقنا بقى مع بعض خلاص ان الدبل انتجريشن اللي هو عايزه للانتجريتنج فانكشن اللي هي x بلس 2y ان هي دي y دي x، تمام؟ الواي من أقل value للواي هي 2x سكوير لأعلى value للواي البارابولا الثاني اللي هو 1 plus x سكوير، ودي x لما جبنا الانترسكشن بوينت عندنا من أقل value للx negative 1 وأعلى value للx هي 1، لقيناها ستريب واحدة بناخدها vertical عندنا بتبقى أفضل بالنسبة إيه بالنسبة ليها. طيب السؤال الثاني ليكو، نعمل الدبل انتجريشن ازاي؟ الداخلي الاول with respect لي الواي عشان كنتوا بتسألون، يبقى هنا equal الانتجريشن بقى اللي من negative 1 ل 1 قاعد مستني دي اكس، هنا قاعد مستني الانتجريشن الداخلي ان انت تجري with respect للواي. طب نجري ازاي with respect للواي؟ انتجريشن لاكس كما لو كنت شايفة رقم value x ب 9 كما لو كنت with respect للواي، فبيبقى x times y. طيب والانتجريشن ل 2y بيبقى y squared. وسبستيتيوت عن ال y مرة 1 plus x squared ال upper bound minus ال 2x squared ال lower bound عندك، تمام؟ طيب يبقى هنا أوصله لكم السنجل، وبعد السنجل بقى إيه بتبقى إيه لعبتكم، لأن السنجل حتى بتقدر تعمل تشيك بالكالكوليتور عندك. فالأول substitute بالإيه؟ بالأبر باوند هيبقى times الأبر باوند اللي هو 1 plus x square عندهم 1 plus x square، يبقى x times 1 plus x square plus هيبقى 1 plus x square all square، ده لما substitute بالأبر باوند. minus لما substitute باللور bound هيديني أول term يديني 2x cubed اللي هي x times 2x squared plus هيبقى 4x to the power 4 اللي هي x 2x squared all squared، ده اللور bound عندي dx. أظن الانتجريشن ده with respect to x سهل، لأنها تضيف الباور 1 وتقسم على الباور الجديد وsubstitute عن الx، حتى لو بتقدر تعملها مفيش مشكلة حتى بالكالكوليتور، وبيطلع الفاينل ريزلت 32/50، ده الفاينل ريزلت للمسألة. والدبل انتجريشن ده طالما هو عايز دبل انتجريشن مش فوليوم، may be negative may be positive may be zero، هو المرة دي طلع positive عندنا، ده ال ايه ده عندنا ده الدبل انتجريشن over general region. في ملحوظة بقى مهمة هنا يا شباب خلي بالكم منها، ان ممكن الدبل انتجريشن اوفر جنرال ريجون ممكن زي ما بيستخدم في فايندنج الفوليوم ممكن يستخدم في فايندنج الاريا بتوين مور جنرال كيرفز، يعني بيجي كده لمجموعه من الكيرفات وباستخدام
الدبل انتجريشن ممكن يجيب الاريا، الاريا دي يجيبها ازاي؟ ان هو ده يعني تعريف انه لو الانتجريتنج فانكشن ب1 يبقى ساعتها الدبل انتجريشن للدي اريا على الريجون دي هي الاريا اللي عايزها. طبعا لو ممكن ابلكيشن، يعني هنا لما عايز الدبل انتجريشن ده، لما ادالك انتجريتنج فانكشن فساعتها الدبل انتجريشن هو بيبقى بيعبر لك عن الفوليوم اللي باوندد بالاكس واي بلين وبالسيرفيس ده اللي اداه اللي هو الاف اوف اكس واي، ده بيديك فوليوم. لكن لو كانت دي 1 هيدي لك الايه، هيدي لك الاريا اللي باوندد بيها. يعني ايه تاني اهو نوضحها اكتر، اجي اهو قلنا الانتجريتنج فانكشن لو هي 1 مثلا، فور اكزامبل المثال اللي احنا حليناه من شويه، ممكن يقول لك يوز دبل انتجريشن تو ايفالويت الاريا بتوين اللي باوندد بالريجون، الباوندد بالريجون دي اللي هي باوندد بالتو كيرف، تو كيرفز او تو بارابولا اللي احنا لسه عطشينهم من شويه. يعني هنا عايز ما ادالكش انتجريتنج فانكشن وعايز الاريا دي اللي هي اللي احنا رسمناها، البارابولا اللي هو الاولاني اللي هو 2x سكوير، البارابولا الاولاني اللي هو كان 2x سكوير، والسكند بارابولا اللي هو كان ستارت من 0 1، السكند بارابولا ده اللي هو 1 بلس x سكوير. فيعني احنا بس عشان جبنا الانترسكشن بوينتس عندنا اللي هي كانت نيجاتيف 1 و 2 و 1 و 2، وعايز الاريا دي بتوين التو بارابولز للريجون دي اللي هي دي. ففي الحاله دي سهله، هيبقى الانتجريتنج فانكشن ب1 ويبقى بتاخد برضه فيرتيكال نفس اللي احنا عملناه بس مفيش انتجريتنج فانكشن. فانا بس يعني استخدمت الاكزامبل ده في ان انا اكد لك معلومه ان الدبل انتجريشن اوفر جنرال ريجون كان بي يوز تو ايفالويت الاريا بتوين مور جنرال كيرفز دي واي دي اكس. الواي عندنا من واي لل واي هي 2 اكس سكوير، واعلى واي عندنا هي 1 بلس اكس وبتحركها الفيرتيكال بتحركها هوريزونتال من نيجاتيف 1 ل 1، ده الاريا اللي هو عايزها. الاريا يبقى في الحالة دي ادي الاريا اللي هي الانتجريشن من نيجاتيف 1 ل 1، والانتجريشن بالنسبة للواي بواي فبيديني الابر باوند 1 بلس اكس سكوير ماينس اللور باوند اللي هو 2 اكس سكوير، ويبقى ده الانتجريشن لدي اكس. وبيبقى يعني عملية بتبقى سهلة وهيطلع تطلع الفاينل ريزلت عندك، تطلعه بالقيمة اللي وتشوفه يعني هتطلع بفين. العملية بتبقى سهلة يعني مش صعبة، تطلع هنا الريزلت هنا طلع 4 over 3. مفترض 4 over 3 هي الاريا اللي بتوين التو كيرفز دي باي يوزنج دبل انتجريشن عندنا. تمام، ده ملحوظة تانية أو ريزلت تاني بنستنتجه من الدبل انتجريشن اوفر جنرال ريجون. نشوف another example. Another example هنا بيقول لك evaluate the double integration لانتجريتنج فانكشن عبارة عن x y g area over region g. اوفر ريجون دي وبيعرف لك الريجون دي، بيقول لك ان هي الريجون اللي باوندد باي اللاينز y equal x minus 1 and البارابولا y square equal to x plus 6. هي الميزه هنا ان هو اصلا عمل بروجكشن على الاكس واي بلين واداك الريجون جاهز. ده اول حاجه. طب بس الريجون جاهزة مفترض ان انت لازم ترسمها. اول حاجة ده لاين، كان ممكن ما يقولكش لاين، يعني ممكن ما يقولكش لاين وبارابولا، يقولك الريجون باوندد باي ويديك مجموعة من الكيرفات مش مشكلة. فيبقى اجي هنا y equal x minus 1 equation طبعا الستريت لاين. الستريت لاين علشان ارسمه محتاجة 2 بوينتس، اسهل 2 بوينتس مثلا say put الاكس بزيرو
واشوف الواي بكام. لو الاكس زيرو الاقي الواي بنيجاتيف 1 يبقى اول بوينت اكس زيرو واي بنيجاتيف 1. طيب وممكن الواي بزيرو، الواي بزيرو والاقي لما الواي بزيرو الاقي الاكس بور، يبقى باصي الواي بزيرو والاكس بور. ده الستريت لاين ده سهل. y equal الx minus 1. Straight line بترسم بـ 2 points angle. طيب البارابولا الثاني y squared equal 2x plus 6 اللي هو ده 2x plus 6. طيب هو ده بارابولا علشان نيجي كده نشوفه. هو أنا لقي اللي مش squared هو الx فهو بيلف هو symmetric حوالين الx ها، فانا محتاجه الفيرتكس، محتاجه فيرتكس والاكسيس اوف سيمتريك. فالاكسيس اوف سيمتريك هو الاكس. طيب طب وفين الفيرتكس؟ محتاجه اجيب الاكس معايا. الاكس 2x equal y squared minus 6 يبقى الاكس equal half y squared minus 7 minus 7 يبقى هو في صوره x plus 3 equal half x squared. يبقى الفيرتكس ليه نيجاتيف 3 و 0. ادي هنا نيجاتيف 3 و 0 واوبن رايت. اوبن رايت سيمتريك حوالين الاكس واوبن رايت. بس ده اللي هو البارابولا الثاني. مفيش ريجون بين البارابولا والستريت لاين الا الريجون دي. كده احنا رسمنا ريجون اوف انتجريشن. يعني ميزه الحاجه دي هو الدهاني ولازم ان انا اتعرف على الريجون اوف انتجريشن اللي هو دي. يبقى هي دي اللي اداها اللي قاعد يوصفها لي يعني اللي محدده بمجموعه الكيرفات هي دي اكيد. بس الريجون دي يعني اول حاجه جراف الريجون. تاني حاجة محتاجين الانترسكشن بوينتس اللي هما دول دي ودي. عند الانترسكشن بوينتس لما بنساوي الاكس مع الاكس او الواي مع الواي، مع الاكس قد الاكس والواي قد الواي من الكيرف. فانا عندي هنا الاكس اسهل لان الاكس هاف هاف واي سكويرد نيجاتيف 3. بالنسبة للاكس من الستريت لاين التاني هتديني واي بلس 1. الاكس التانية هي عبارة عن واي بلس 1. لو سويت half y squared negative 3 ب y plus 1 اكيد بتطلع equation عندك second order بس بتدي contain واحدة منهم ال x هتديني ال x ب negative 1 وال x التانية تطلع ب 5. طيب ال y ال x equal y plus 1 يبقى ال y ب x negative 1 بتقل بمقدار ال 1 يبقى هنا negative 2 وهنا ال y هتبقى ب 4. يبقى ال 2 intersection points عندنا negative 1 و negative 2 و 5 و 4 عندنا. طيب تفتكروا هنا الدبل انتجريشن هنا دي اريا كده تبقى دي x دي y افضل ولا دي y دي x افضل؟ دي اكس دي واي هوريزونتال ستريب يعني. ايوه تمام. لما بنفهم بنلاقي الموضوع ان شاء الله بيبقى سهل. وعلى هذا الاساس اول اكس بتصادفنا هنا اللي هي اكس 1 للبارابولا اللي هي هاف واي سكوير نيجاتيف 3 واعلى اكس بتصادفنا اللي هي اكس 2 للستريت لاين اللي هي واي بلس 1. يبقى على هذا الأساس هيبقى الدبل انتجريشن اللي عايزه لx y هيكون dx دي واحد dx دي أقل x بتصادفنا قلنا اللي هي أول x اللي هي half y squared negative 3
واي سكوير نيجاتيف 3 واعلى اكس بتصادفنا اللي هي واي بلس 1 وبنحركها فيرتيكال من اقل فاليو للواي اللي هي نيجاتيف 2 لاعلى فاليو للواي اللي هي الفوق للانترسكشن بوينتس. تمام طبعا اكيد دلوقتي بقى الموضوع بالنسبه لكم بقى اسهل بالنسبه للانتجريشن الداخلي ايه بقى العمليه بقت اوضح الانتجريشن من نيجاتيف 2 ل 4 دي واي قاعد مستني الفانكشن اللي في الواي من الانتجريشن الداخلي فمعاها هنا الواي معاها واي برضو معاها واي معاها واي لانها اكس تايمز الواي فمعاها هنا الواي والانتجريشن بالنسبه للاكس بتكون اكس سكوير اوفر 2 واكيد سبستيتيوت عن الاكس مرة بواي بلس 1 ومرة بواي سكوير اوفر 2 ماينس 7 فالانتجريشن هنا هيبقى الانتجريشن هاتي ممكن نخرج الهوف بره ويبقى الانتجريشن من نيجاتيف 2 ل 4 مرة سبستيتيوت على الاكس سكوير مرة ب الواي بلس 1 يبقى واي بلس 1 اول سكوير نيجاتيف لما سبستيتيوت عن الواي سكوير هاف واي سكوير ماينس 3 فبيبقى معانا واي سكوير اوفر 2 ماينس 3 اول سكوير تايمز هيبقى واي دي 1 طبعا لما بتفك السكوير ما لناش واي بتفك السكوير هنا هي الانتجريشن عشان تجري الانتجريشن سايد يكون فيها شويه برضو هي بقت اصبحت سنجل بس بتبقى محتاج ان انت تفك الايه الانتجريشن عن تفك السكوير السكوير الاولاني هيبقى واي سكوير بلس 2 واي بلس 1 ده الاولاني وبعدين السكوير للتاني السكوير للتاني بعمل حاجتين مع بعض بعمل السكوير وبدخل الاشاره هيبقى واي تو ذا باور 4 over 4 بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف y to the power 4 over 4 وبعدين نيجاتيف 3 over 2 نيجاتيف 3 y square يبقى plus 3 y square وبعدين plus 9 يبقى نيجاتيف 9 دخلت الإشارة عملت حاجتين مع بعض times هنا y times y دي 1 times y دي 1 بس يعني أنا بس بوصلها لك لسنجل انتجريشن وأكيد السنجل انتجريشن بالنسبة لك دي تبقى يعني دي يعني لعبتك يعني ما خصوصا إن هي أصلا بتضيف على الباور 1 وتقسم على الباور الجديد وبعد السبستيتيوشن هيطلع الدبل انتجريشن ب 36 هو قال لك evaluate الدبل انتجريشن فالدبل انتجريشن may be positive may be negative may be 0 يبقى ده الدبل انتجريشن اللي حددوا فيه المسألة واضحة يا شباب؟ ده بتوضح أكتر يعني دلوقتي اللي احنا بيهمنا دلوقتي ان في الدبل انتجريشن بتشوف أيهما أفضل ان يعني الفكرة لغاية دلوقتي أيهما أفضل ان انا اعمل سكان للاريا طبعا بعمل بروجكشن للاريا على واحد من الكوردينيت بلينز ثم بعملها الدي اريا ايهما افضل اخدها فيرتيكال دي واي دي اكس ولا اخدها هوريزونتال دي اكس دي واي لغايه الان تمام طيب نشوف مع بعض كده فكره تانية ممكن يقول لك فايند الفوليوم في تتراهيدرون الهرم يعني اللي باوندد باي البلينز ده بلين جنرال و اكس ايكوال تو واي واكس ايكوال 0 اللي هي واي زد بلين وزد ايكوال 0 اللي هي الاكس واي بلين فالx equal 0 اللي هي الyz plane اللي هو ده yz plane ده اللي هو x equal 0 طيب والz equal 0 هنا يا شباب اللي هو ايه اللي هو الxz plane ده اللي هو z equal 0 هو ده الشكل يعني جايباه هو تترايدر من هرم والx equal 2y والx equal 2y هنا ده بلين اللي هو الواي البلين سبيشال ده اللي هو باسنج ثرو ذا اوريجن يعني انا مثلا انا
انا هنا انا يعني الشكل مرسوم عندك ده يبقى من التكست، لكن انت هنا يعني تبقى عارف ال x equal to y اللي هو ادي الشكل اللي هو ده بلين، ده التريس لي في ال x y بلين باين x equal to y، لكن هو بعد كده المفترض ان هو ده بلين سبيشال، افترض تكون خدته يعني، وعارف ان هو بعد كده بره للزد ده البلين اللي هو x equal to y. ده البلين اللي هو طيب البلين اللي هو الاصلي بقى اللي فيه اكس واي وزد، البلين الاصلي اللي هو ده في اكس واي وزد، ممكن اوضحه لك هنا بلون تاني. ده الشكل في 3 دي علشان تعرف انت تشتغل ازاي يعني، عشان تعرف لما تيجي تعمل بروجكشن يعني يهمنا منه ان انت تعمل بروجكشن شكل البروجكشن بيكون ايه يعني. تمام، فالبلين رقم 3 اللي هو حددته هنا اللي هو x plus 2y plus z، المفترض ده بلين ليه 3 traces يعني ليه 3 traces، فال x intercept ممكن يعني هنا يعني مش عايزة الموضوع يبقى، أنا عايزة أبسطه لك. فأدي هنا أدي ال أدي ال x وهنا ال y وهنا ال z x و y و z، المحاور دي ستاندرد هنا يا شباب، بحيث ال x مكانه هنا وال y مكانه هنا وال z مكانه هنا. تمام، البلين الأولاني اللي هو x equal 2 y، فيعني ممكن تبقى يعني عارف x equal to y somewhere بهذا الشكل وزي المرسوم كده، والمفترض ان هو عامل زي الورقة يعني، بيبقى برر للكوردينات اللي مش موجود اللي هو z ده اللي هو ده اللي هو x equal to y اللي هو ده. طيب وال x plus 2y بلس الزد ايكوال زيرو، المفترض ده بلين ليه تريس يعني هنا لما بيقطع الاكس اكسس في انهي بوينت، لما يحط واي بزيرو وزد بزيرو يديله الاكس بتو، يبقى معانا تو وزيرو وزيرو، ولما يحط الاكس بزيرو والزد بزيرو يديني الواي بوان زي البوينت اللي هو رسمها هنا دي الواي بون زيرو وون وزيرو بلي تريس بهذا الشكل، ولما يحط الاكس زيرو والواي زيرو يديله الزد بزيرو الزد بتو، هنا ادي زيرو وزيرو وتو اللي هي البوينت اللي هو رسمها اللي هو ده. فهو جاء هنا أم قفلها من هنا يا شباب، هنا اتقفلت بيها، وبقى هنا أجي هو عايز الحجم ده، حجم الهرم اللي هو هنا اللي هو محدده لك أو اللي هو عامله، بحيث إن الجزء ده مش موجود معانا، الجزء ده مش موجود معانا، ويبقى الشكل اللي موجود في الإكس واي بلين هو ده. فأنا بس عشان أوضح لك الشكل اللي هو رسمه ده في 3D بيوضح لك بقى ايه هو عايز انهي فوليوم عندنا، هو عايز انهي فوليوم هنا. تمام، هو عايز الفوليوم للتتراهيدرون الهرم اللي باوندد بالبلينز اللي هو موجود عندك بالشكل ده. طب انا بقى اللي يهمني في البلينز وباوندد بزد بزيرو، يبقى ستارت من زد بزيرو اهو لغايه زد للبلين، لغايه زد للبلين، يعني عمليه سهله قوي لما انت بتفهمها بتلاقيها انترستنج كمان، يعني انه ستارتنج من زد بزيرو لغايه زد للبلين، لغايه زد للبلين. طب وزد للبلين يجيبها منين؟ من الايكويشن اللي هي اللي اداه اللي هو زد للبلين اللي هو بيجيب زد من هنا اللي هو هتبقى زد ايكوال تو ماينس اكس ماينس تو واي. تمام، طيب بتلاقي الموضوع سهل قوي لما بتفهم الموضوع اصلا بيقول ايه او الجيومتريك بتاعه بيكون ايه. فالبروجيكشن على الاكس واي بلين
يبقى سهل ان احنا نتعرف عليه. بيديني نفس الخط للبلين ده اللي هو x equal to y، عندنا ده تريس لي x equal to y. فمعانا x equal to y لما تيجي ترسمها ده equation straight line passing through 0 0، ولما تحط الواي ب 1 يدي الx 2، يبقى passing through 2 و 1 2 و 1 ليه؟ دي بوينت عندنا 2 و 1. طيب ده أول straight line المنطقة. أنا عايزة البروجيكشن على XY بلين شكله إيه؟ فده X equal to Y. طيب الحاجة التانية في البلين اللي هو الدادة التريس ده فيه X Y وZ، ده طبعا بلين كامل درسناه قبل كده عارفينه يعني. ها طبعا ده معروف ليكوا قبل كده البلين اللي هو ده، بحيث ان احنا لما رسمنا هو في الفيرست اوكتانت شكله ازاي، بحيث الاكس انترسبت عندنا واي ب 0 وزد ب 0 اكس 2، يبقى هنا عند 2 و 0 و 0 طبعا ده انا براجع لك تاني، والواي انترسبت عند 1 x ب 0 y ب 1 وزد ب 0 وعند ال z intercept اللي هي البيتا ب 2. فده البلين في ال x y في ال first octant ده شكله بهذا الشكل بهذا الشكل. بس جت قطع بقى ببلين من هنا، بحيث ان ده الجزء اللي احنا هناخده مع بعض. بنعرفه ازاي بقى؟ لما نحط z ب 0 في الايكويشن، فبيديني x plus 2 y equal 2. برضو equation straight line بقدر ان انا ارسمه ب 2 points. عندنا انا عايزه ارسم ال x plus 2y equal 2، برسمه باسهل 2 points. مثلا say x ب 0 اجيب ال y يطلع ال y ب 1، يبقى passing through 0 و 1 passing through 0 و 1 و passing through لما احط y ب 0 يديني ال x بايه؟ يديني الاكس بنيجاتيف، لما احط واي ب 0 يديني الاكس ب 2. واي ب 0 واي ب 0 اكس ب 2 اكس ب 0 واي ب 1. طيب يبقى 2 و 0 و 0 و 1. طبعا انا بس هكبر الشكل عندك. passing through 2 و 0 و 0 و 1، بكبر شوية علشان المنطقة اللي احنا هنعملها سكان هي المنطقة اللي هي دي الريجون ده. طبعا احنا بنرسم كل ده علشان نشوف ادي ده الحاجة التانية. عرفت التريس للبلين اللي اداه ان زد ب 0، يعني هذا البلين بيعدي على ال x y بلين لما نحط زد ب 0، فبيديني x plus 2 y equal 2 هنا يا شباب. فدي المنطقة او دي الريجون دي للانتجريشن عندنا. الافضل مثلا ان احنا نعملها بسلايدز تطلع فيرتيكال، طبعا فيرتيكال سلايدز فيرتيكال هذا الشكل عشان تبقى نوع واحد. تمام سلايدز فيرتيكال، يبقى هنا جي واي جي اكس. اول واي بتصادفني هي واي هنا للستريت لاين، يبقى واي 1 بكام؟ بهاف الاكس، اكس اوفر 2. والواي الكبيره هي واي للستريت لاين الثاني اللي هو ده من هنا، اللي هي هيبقى 1 واي 2 هيبقى 1 ماينس half x x over 2. يبقى على هذا الأساس هنا لما الواحد أهو بيفهم بيلاقي الموضوع أهو بيبقى واضح. أدي دي region للانتجريشن between the two straight lines عندنا، ولقينا الأفضل. طبعا محتاجين الانترسكشن بوينتس دي. لو سويت الواي مع الواي فبيديني هنا، هيبقى الاكس عايزين الاكس قد الاكس والواي، عايزين الاكس ب 1
والواي هتبقى بوت الانترسكشن بوينت لان هي داخله في حدود الانتجريشن عنده. طيب بالنسبه بقى للانتجريشن عايز الفوليوم اللي هو عايزه. الفوليوم هو دبل انتجريشن، دبل انتجريشن لفرق الزد بتوين الاكس واي بلين اللي هو زد بزيرو وزد للبلين. فانا بجيب زد للبلين اهو اللي هو 2 من البلين اللي هو هنا 2 ماينس اكس ماينس 2 واي ماينس 2 ده زد للبلين هنا. طيب دي اريا لما اخترت فيرتيكال اصبحت دي واي دي اكس، دي واي دي اكس. حدود بالنسبه للواي كيرفات اقل واي هي اكس اوفر 2 اللي هي هاف اكس، واعلى واي 1 ماينس هاف اكس. ولما احركها فيرتيكال اقل فاليو للواي لما بحركها فيرتيكال بيبقى من اقل فاليو للاكس اللي هي بزيرو لاعلى فاليو للاكس هيوصل لها اللي هي بكام يا شباب؟ اللي هي بال1 بس. طبعا الانتجريشن ده سهل قوي ما فيهوش اي مشكله هنا يا شباب، لان طبعا عملنا زيه كتير بنضيف على الباور 1 ونقسم على الباور الجديد، عملنا زيه كتير ما فيش اي مشكله في اجراء الانتجريشن ويطلع الفوليوم هيطلع ب1 اوفر 3. ده بالنسبه للفوليوم اللي بيديه. وطبعا طالما بيطلب فوليوم انا رايت الاشارات ان انا بمشي من الصغير للكبير وبيطلع كميه بوزيتيف هنا بالنسبه لي. اهم حاجه بقى يعني في حاجه يعني ده لغايه كده احنا كنا بنشوف ان الدبل انتجريشن بيجيب لنا فوليوم او الدبل انتجريشن اوفر جنرال ريجون ممكن يجيب لنا الاريا بتوين مور جنرال كيرفز، وكمان ان هو الدبل انتجريشن بنشوف اذا كان بنجيب نختار سلايدز فيرتيكال ولا هوريزونتال. عندنا في حاجه مهمه بقى جدا لا غنى عنها في اي افكار مسائل يعني هتلاقيها كتير طبعا في الاساينمنت، خلي بالك منها. ممكن بقى هو بقى يديلك حدود الانتجريشن جنرال زي ما شايف هنا evaluate the integral ده، ودي بتلاقيها كتير تقريبا يعني تقريبا بتبقى في افكار بتبقى وارده لذهنك هنا. ده ستايل ده من المسائل بيقول لك evaluate the double integration لساين y square dy وحدود ال y من x ل 1 ودي x وحدود ال x من 0 ل 1. يعني اول حاجه طبعا لازم جراف الريجون اوف انتجريشن. عندنا جراف الريجون اوف انتجريشن اولا هنرسم الريجون اوف انتجريشن. فالريجون اوف انتجريشن دي سهله لان الانتجريشن الداخلي للفاريبل الداخلي من y اقل فاليو دي عرفناها هيبقى من y 1 اقل y بكام بx، وبعدين y 2 الكبيره وانا ماشيه فيرتيكال لايه ال1 لازم نعرف الريجن اوف انتجريشن هنا. وبعدين الاكس بعد كده الاكس من 0 لغايه اكس ال1 تمام. طيب الحاجه الثانيه يعني انا هنا هرسم الريجن اوف انتجريشن. اولا الريجن اوف انتجريشن هنحتاج نرسم y equal x ودي سهلة أشهر straight line عندنا اللي هو passing through 0 0 1 1 ده الـ straight line ده سهل y بx y equal x و y equal 1 أجي y equal 1 و x ب 0 و x ب 1. طيب انا عايزه الريجن اوف انتجريشن اهشرها كده، اهشر انهي ريجن هنا يا شباب؟ طبعا الانترسكشن بوينت دي هنا 1 1 افتكروا هشر انهي بوين؟ هشر انهي ريجن يا شباب؟ لا على الشمال دي. ايوه برافو برافو يا شباب، ايوه الحته اللي على الشمال دي برافو. طبعا ما فيهاش جدال يعني ما فيهاش خلاص فهمناها. لان اصلا لو قلنا هو اعطاها لنا دي واي دي اكس فهو هنا ماشي في اتجاه الانكريزنج للواي.
اول واي خبطها هي واي للستريت لاين واي 1 ب اي ب اكس، وبعدين الواي كبيره ب واي 2 ب 1 تمام، وبعدين لما احركها فيرتيكال اقل اكس من اكس ب 0 لغايه الاكس ب 1 عندي تمام. ده يبقى كده ما فيش جدال ليها كده، فهمنا لما بنفهم بنلاقي الموضوع سهل قوي وانترستنج لان حاجات جديده بنتعرف عليها. ده region of integration دي اللي هو الدال تمام. طيب الحاجه الثانيه بقى نعم، علشان محدود المحاور اللي هو الواي والمحور بتاع الستريت لاين وكده يعني ولا ايه؟ ان هي ليه المثلث ده عشان هي محدوده بالمحاور كده ومتقفله. لان هو قال لي الحدود، قال لي لانه قال لي من الاكس ال1 ومن 0 بالنسبه للواي من اكس ال1 والاكس من 0 ل1 عشان هو ادهاني كده، فهو اداني المنطقه ان وانت في اتجاه زياده الواي اول واي عدت عليك واي 1 بكام باكس في المنطقه اللي مهشرينها بالهايلايت دي، وبعدين بعد كده واي 2 بايه ب1. فدي ده اول حاجه. وبعدين لما حركتها هوريزونتال اقل فاليو للاكس بزيرو، اكس بزيرو اهو، وبعدين اعلى فاليو ليها الاكس ب1 في الريجون دي تمام تمام تمام. طيب الحاجه الثانيه بقى والمهمه اللي تخلي بالك منها ان الهدف في الاستايلات دي من مسائل هي ريفايز الاوردر للانتجريشن. يعني انت عشان تجري الانتجريشن هي ساين واي سكوير وذ ريسبكت لواي مش ستاندرد تمام، لكن الريفايز الاوردر يعني لازم جراف الريجون صح عشان الهدف من المساله دي ان انت ريفايز الاوردر للانتجريشن. يعني تقول ساين واي سكوير دي الانتجريتنج فانكشن هنكتبها دي اكس دي واي عشان هي دي اكس دي واي ساين واي سكوير بقت اكنك شايف كونستنت تمام، لان ساين واي سكوير الانتجريشن الداخلي وذ ريسبكت لواي مش ستاندرد تمام. فبيبقى الهدف الثاني من النوعيات تقريبا يعني فكره لازم تبقى وارده في ذهنك دايما ان انت ريفايز الاوردر للانتجريشن. يعني بيدي لك الحدود اصلا عشان اولا جراف، وعشان نعرف نعمل ريفايز للاوردر لازم جراف الريجون صح، فيبقى جراف الريجون اولا عشان نعرف نعمل ريفايز الاوردر. يعني ايه ريفايز الاوردر؟ يعني لو هو اداها لك جي واي دي اكس، اول فكره هتخطر في بالي اصلا ان انا هعمله دي اكس دي واي، لان هو اعطاها لك جي واي دي اكس اعطيه لك ساين واي سكوير مخصوص عشان انت تعمل ريفايز للاوردر الانتجريشن. وعشان تعرف تعمل ريفايز للاوردر الانتجريشن لازم جراف الريجون صح، فرسمنا الريجون صح. لو بقت دي اكس دي واي يعني بقت هوريزونتال. طيب لو هي هوريزونتال بقى، لو هي هوريزونتال ستريب هتبقى حدود الانتجريشن من كام لكام بقى يا شباب؟ اول اكس هتبقى بزيرو، وبعدين اكس كبيره بكام بالواي تمام، من اكس بزيرو لغايه اكس بالواي، وبعدين الواي هتبقى من واي بزيرو لغايه واي بواي. فده بالنسبه للستايلات من المسائل، هتلاقي عليها ستايلات كتير كتير قوي على الفكره اللي هي قلناها لك هنا، ان هي الهدف منها ان انت ريفايز الاوردر. لما تيجي ريفايز الاوردر شايفين ادي من 0 ل 1، فادي ساين واي سكوير هي اصبحت ساين واي سكوير، جي واي اصبحت قاعده مستنيه الانتجريشن بالنسبه للاكس، والانتجريشن بالنسبه للاكس بيدي اكس، وسبستيتوت بواي ماينس واي فبيجيب لك الواي. فبقى الانتجريشن واي ساين واي سكوير بقى ستاندرد فانكشن ساين، والديريفيتيف بتاعها موجود عندنا، فبقى ستاندرد ان هو بنيجاتيف هاف الكوزاين للواي سكوير، ولما سبستيتوت من 0 ل 1 فهيطلع الفاينل ريزلت هيبقى نيجاتيف هاف كوزاين 1 كوزاين 1 ماينس كوزاين 0 ب 1، او ممكن نقول هاف ال 1 في الاول وبعدين ماينس كوزاين ال، يبقى ماينس كوزاين ال. يبقى لما نلاقي مثلا في الفاينل ريزلت هاف تايمز 1 ماينس كوزاين 1 يبقى دي ساعتها دي الفاينل ريزلت للمساله. انت بتحل المساله عاديه، بس يعني الاهم حاجه عندنا في الستايلات دي من المسائل ان انت تخطر في بالك ان احنا لازم ريفايز الاوردر للانتجريشن هنا. فده اهم فكره ان انت ريفايز الاوردر للانتجريشن، وعشان نعمل ريفايز الاوردر للانتجريشن اساسا لازم ان انت جراف الريجون للانتجريشن عندنا.
والريجن للانتجريشن بتروح راسم الريجن للانتجريشن بحيث ان هي من واي باكس، فاول واي هتصادفني هي واي باكس، واحنا ماشيين في اتجاه الانكريز للواي، اول واي هتصادفني هي واي للاكس، وبعدين واي ب1 يبقى ادي واي ب1، وبعدين طيب واي باكس لغايه واي ب1، وبعدين بالنسبه للاكس اقل اكس فيها اكس ب0 هنا اهي، واعلى اكس اكس ب1، اكس ب1 بشوف الواي بكام هي واي باكس، يبقى هنا ادي 1 و1 اللي هي الانترسكشن بوينت، يبقى هنا لما ادالك دي واي دي اكس ادالك لقيناها بقى لما رسمنا ريجن اوف انتجريشن لقيناها هي مش ستاندرد بالنسبه للواي، لازم نعملها دي اكس دي واي، فدي اكس دي واي محتاج ان انت ريفايز للاوردر للانتجريشن، يبقى معانا نفس الانتجريتنج فانكشن ساين واي سكوير بس بالنسبه للاكس بقت ستاندرد لان بتجيب لك الاكس، بس حدود الاكس بقى لو خدت فيرت لو خدت هوريزونتال ستريب حدود الاكس اقل فاليو بزيرو اعلى فاليو بواي اللي هي y equal x على الستريت لاين يعني، وبعدين لما بتحركها vertical بيبقى من اقل value ل y هي y اللي هنا اللي هي y بزيرو لاعلى، من اقل value ل y بزيرو لاعلى value ل y اللي هي y ب1 بس، وتشوف الاجابه عندك بتكون بكام. ده بالنسبه لل double integration over a over general region عندنا. استكمالا ليها يعني في حاجة يعني مهمة ليها مهمة اللي هي 16.4 عندنا اللي هي الدبل انتجريشن ان بولر كوردينتس، دي برضو من الحاجات اللي مهمة عندنا اللي هي موجودة عندك هنا في 16.4 اللي هي دبل انتجريشن ان بولر كوردينتس عندنا. بولر كوردينتس سواء سمعت عن الكوردينتس دي ولا ما سمعتش، فالبولر اصلا يعني عشان اقربها برضو لذهنك لو قلنا في الاكس واي بلين عندنا الكوردينت للبوينت اي بوينت في الاكس واي بلين بتقراها بالاكس والواي، طبعا انتوا كلكم تعلموا هذا ما عارف، طبعا الاكس هي الديستانس فروم الواي اكسس والواي ده الاكس والواي الديستانس فروم ذا اكس اكسس، ده الـ X والـ Y للـ Point. نبقى عارفين بقى إن في another coordinate system إن نفس الـ Point ممكن تتقري R و C. طيب نقراها R و C. مين الـ R؟ هي distance بس from the origin. يبقى الـ R هي distance from the origin. طب والـ C دي إيه؟ دي angle. الـ angle from the positive X axis. يعني الـ X axis ده بنعتبره اللي هو البولر اكسس، يبقى نفس البوينت بتتقري r و c، r هي distance from the origin والثيتا هي distance هي angle from the x axis positive x axis عندنا. طيب ليه الكلام ده؟ لان في بعض الاحيان ال region of integration اللي هي الاكس ال region of integration اللي متشرعه عندك هنا دي لو هي بشكل مثلا اجزاء من سيركلز زي ما نشوف مع بعض بنلاقي ان الافضل ان احنا نتجه للبولر كووردينت. بولر كووردينت ازاي هنا نشوفها؟ يعني المنطقه دي ان احنا نوفيها بتبقى بولر كووردينت، والسلايدز في البولر كووردينت بتبقى عباره عن سلايدز مثلثيه، يعني ستارت من الاوريجين هنا بس بصورة بهذا الشكل سلايدز، بحيث بيبقى عندنا دبل انتجريشن لفانكشن في اكس وواي ده اللي كان بيظهر لنا دي اريا وهنا على ريجون دي، ده كان اللي بيظهر لنا. فكان قبل كده بنقول لك ان دي اريا عباره عن دي اكس دي واي او دي واي دي اكس، باعتبار ان انت بتوفي بتعمل سكان للاريا بسلايدز فيرتيكال اور هوريزونتال، كنت بتعمل كده. هنا بقى السلايدز بتبقى بناخدها تريانجل هنا بحيث ان الدي اريا هنا عباره عن ار دي ار دي سيتا، ار دي ار دي سيتا، يعني بننتقل لتو فاريبلز جداد
هما R وثيتا. R هي distance from the origin وثيتا هي الأنجل من البولر أكسيس عندنا. إمتى بنتجه لكده؟ بنتجه ليها لما بنتعامل مع أجزاء من سيركس زي ما نشوف مع بعض من خلال المثال. في الحالة دي بيبقى الإكس هنا عشان أترجمها بدلالة R والثيتا هي عبارة عن R وساين ثيتا، والواي عندنا هي R ساين ثيتا. يبقى طبعا الار هنا ما تنسيش ان الدي اريا هي ار دي ار دي سيتا. لو تحبونا يعني ممكن ان انا اديها لك كمعلومه ان هي عباره عن جاكوبيان الترانسفورميشن من الاكس والواي الى الار والسيتا، فما تنسيش هي ار دي ار دي سيتا عندنا. بيتحسب يعني لو عايزين اوري لكم ليه يعني ليه بتطلع ار، دي سهله ممكن نوريها لكم معرفه بس دي. الحاجه الثانيه هنا اجي هنا اجي الدبل انتجريشن الاف اول ساين ثيتا وريبليس الواي بار ساين ثيتا. الار هنا اجي r هتبقى function في ثيتا من r1 of theta الى r2 of theta function في ثيتا حسب ظروف كل مسألة. والثيتا اقل value لما بنحركها، يعني هي بتبقى شريحة مثلثية، وعشان نعمل scan للاريا بنحركها اقل value للثيتا هي ثيتا 1 واعلى value للثيتا اللي هي ثيتا b في بيتا من الفا لبيتا او من ثيتا 1 لثيتا 2 عندنا. ده بالنسبة لل يبقى هنا الدبل انتجريشن زي ما قلنا هيبقى الفانكشن ريبليس الاكس هتبقى ار كوساين ثيتا وريبليس الواي هتبقى ار ساين ثيتا، والدي اريا ما ننساش الدي اريا هتبقى ار دي ار دي ثيتا. بالنسبة للار اقل فاليو طبعا هي بالرغم من ان هي بولر لكن اصلا تقدر تعتبرها نوع من الترانسفورميشن او نوع من الترانسفورميشن بيسهل لنا اجراء الانتجريشن. يعني كانك في السنجل انتجريشن فاكر في ماس 1 كان وحتى من ثانوي كان كنت بتعمل سبستيتيوشن عشان تسهل اجراء الانتجريشن، هنا ده يعتبر كانه زيه بس بيسهل اجراء بعض البروبلمز اللي بتحتوي على بعض البروبلمز اللي بتحتوي على سيركلز زي ما هنشوف مع بعض. يعني في بعض البروبلمز ستايلات بنلاقي ان احنا الافضل ان احنا نكمل بولر كوردينيت سامبل. ده بالنسبه ايه ده بالنسبه طيب ال قلنا هنا من r1 فانكشن في ثيتا الى r2 كفانكشن في ثيتا، وبالنسبه للثيتا من الفا لبيتا او من اقل فاليو ثيتا 1 وثيتا 2. بس معلومه ليك ان الجي ان ليه هنا الار ما تنساهاش، هي عباره عن جاكوبيان الترانسفورميشن من اكس واي، دي بس معلومه ليك، الى الار والسي. وهذا الجاكوبيان معروف ان هو هيبقى بارشال اكس باي بارشال ار وبارشال اكس باي بارشال ثيتا وبارشال واي، فمعلومه بس ليك، باي بارشال ار وبارشال واي باي بارشال ثيتا، بحيث ان انت لما بتيجي تفك الديترمنت ده عندنا ان الاكس قلنا ار كوساين ثيتا، فالبارشل بالنسبه ليها بارشل اكس باي بارشل ار بيطلع كوساين ثيتا، والاكس ار كوساين ثيتا البارشل بالنسبه لثيتا يطلع نيجاتيف ار ساين ثيتا، والواي بار ساين ثيتا فبارشل بالنسبة لR يطلع ساين ثيتا وبارشل بالنسبة للثيتا يطلع R كوساين ثيتا. لو فكيت الديترمينال ده هيطلع الR اللي احنا بنقول لك ما تنساهوش، لأن ده كأنه جاكوبيان أو كأنه ضريبة الترانسفورميشن الانتقال من الإكس والواي إلى الR والثيتا، بحيث إن الدي أريا في البولر كوردينيت تبقى عارفها ان هي r دي r دي ثيتا عندنا، وما تنساش الايه ما تنساش ال r هنا. طيب الكلام ده بنستفيد بيه بايه؟ يعني بالرغم من ان هو شكله غريب بالنسبه لك لكن هو بيسهل لي اجراء الانتجريشن ستريتيج. لما بنيجي نتعامل مع اجزاء من سيركلز، يعني مثلا سيركل زي السيركل اللي موجوده عندك دي،
هي x square plus y square equal 1. فبتلاقي هنا الأفضل إن إحنا بنتعامل معاها تبقى في الدبل انتجريشن، بحيث إن هي بيبقى r dr لفانكشن، طبعاً انتجريتنج فانكشن هيديها هنا. لو الريجون عندنا أجزاء من سيركل سي هنا r dr d theta، هنلاقي الأفضل طبعاً لو أنت هتقسمها شرايح ستريبس سواء فيرتيكال ولا هوريزونتال، بتتعرض بالنيجاتيف روت وبلاس روت، يعني دي واضحه بتبقى بالنسبه لك. لكن في حين ان هي لما بتنتقل للبولر كوردينيت هيبقى الار عندك بتتغير من 0 ل 1 ها، والثيتا بتتغير عندك من 0 ل 2 بول، فبتلاقي الموضوع بالنسبه لك بيبقى سلبي. تمام. طيب مثلا بالنسبه للسيركل دي، السيركل دي بتلاقي عندك ان هي سيركل شيفتد، السنتر على الاكس اكسيس، بيبقى الايكويشن ليها r equal to a، والa هي الريجس 2a cosine c، باعتبار ان السنتر عند a و z، عند a و z. فالايكويشن ليها هتبقى x minus a، دي هنلاقيها دلوقتي في المسائل، x minus a all square plus y square. equation للcircle دي equal a square. فلما تيجي هنا هتبقى x square plus y square، دي نظر فورمولا ليها، equal to a، equal to 2ax. 2ax. فبتلاقي الإيكويشن بولر 2a كوزين سي. برضو ممكن بتلاقي هنا إن لو طبعاً بنتكلم إن المنطقة دي بتكون البروجيكشن على واحدة من الكوردينيت بلينز، مثلاً لو لقيت سيركل بهذا الشكل بحيث يبقى السنتر ليها مثلاً سي هنا على الواي أكسيس اللي هي x بزيرو y مثلا سي ب a، فدي الايكويشن ليها في البولر كوردينت هتبقى r equal to a sin theta، r equal to a sin theta، 2a sin theta. مثلا الريجون، لو هي الريجون دي هي دي بالشكل ده between two half circles، واحده سنتر ليها 0 0 radius 1 والثانيه سنتر 0 0 radius 2، فبيبقى الأفضل إن إحنا نقول double integration للintegrating function اللي هو الـ من البروجيكشن، هيبقى r dr d theta، r dr d theta. بتلاقيها سطر وبيخلص المسألة، يعني هي نوع من الترانسفورميشن عندنا. الـ r هنا هتبقى من r الصغيرة اللي هي بالـ 1، ما هنا أنت بتوفيها بسلايدز بتبقى إيه في صورة تريانجل بهذا الشكل، من r الصغيرة اللي هي r بـ 1 لغاية r الكبيرة اللي هي r بـ 2. وبتحركها في المنطقة من أقل value الثيتا اللي هي ثيتا بزيرو لأعلى value الثيتا اللي هي ثيتا بون. فبتلاقيها الموضوع بيبقى سيمبل بالنسبة لك، بيبقى سهل قوي، بس أهم حاجة تكتشف وتعرف إن أنت هتشتغل بولر كوردينات. عندنا دي من الأفكار الحاجات المهمة عندنا اللي احنا نشتغل بولر كوردينات. نشوف إزاي بنطبقها في مجموعة كده من الإكزامبلز. هي وانس إن أنت اكتشفت بولر بتلاقي الموضوع بالنسبة لك بعد كده بيكمل سهل. هنا أول example بيقول لك evaluate the double integration ده، وده عدى علينا كdouble integration over region R لD area، ده عدى علينا قبل كده. بس الجديد بقى بيقول لك الـ R دي مين؟ قال لك R هي region للـ upper half plane اللي bounded بالcircles دول، يعني في الجزء الـ upper half، يعني جزء الـ EY positive دي السيركلز دول اللي احنا لسه رسمينها x square plus y square equal 1 equation half circle center 0 0 radius 1 و x square plus y square equal 4 center 0 0 برضو و radius 2. فهنا الجديد بقى ان الريجون لقيناها اجزاء من سيركلز. لما بتلاقي الريجون اجزاء من سيركلز ده انديكيتور ليك، ده البروجكشن ده في الاكس واي بلين، ها بروجكشن في الاكس واي بلين، فده انديكيتور ليك ده الريجون دي، ده الريجون ار اللي هو ده، ده الريجون ار اللي هو ده انديكيتور، انديكيت لي ان انت تكمل بولر كوردينيت عندنا.
بتراعي في البولر كوردينتس ان انت بتشيل كل اكس زي هنا الانتجريتنج فانكشن ونعوض عنها بالار كوزاين ثيتا نراعي هذا ونشيل كل واي لان عندنا انتجريتنج فانكشن فيها واي سكوير ونعوض بار ساين ثيتا لو لقيناها ولو لقينا في الانتجريتنج فانكشن اكس سكوير بلس واي سكوير نعوض عنها بار سكوير نراعي هذا تمام ده نراعي هذا وان الدي اريا نراعي هذا وقلناه بار دي ار دي سي ما ننساش الار لانها ضريبه الانتقال او ضريبه الترانسفورميشن من الاكس واي variables للار والسي دي ار ار دي ار دي سي يبقى في الحاله دي هيبقى الدبل انتجريشن اللي هو قاله بقى الافضل نكمل بولر ونكمل بولر ازاي معانا 3x الانتجريتنج فانكشن هتبقى 3 R cosine theta plus 4 y squared فمعنا ال y squared كل y ب r sin theta يبقى r squared sin squared theta ومعنا ال d area هيبقى r d r d theta في الريشن اللي عندنا ال r من كام لكام؟ من 1 ل 2 طب والثيتا من كام لكام؟ من 0 ل 1 يا دي بقت سهله قوي كده بقت سهله قوي طيب نجري الانتجريشن الداخلي with respect للار من 0 لباي بالنسبه للار معايا ار هنا هتبقى ار سكوير اوفر 2 ما ننساش هنا تايمز الار ها ما ننساش ان بقى هنا بقت R هنا سكوير والR هنا بقت كيوب ما ننساش الجزئية دي فهي بقت R سكوير انتجريشن لR سكوير بR كيوب over 3 يبقى هنا R كيوب كوزاين C طيب بالنسبة للسكند تيرم هو R كيوب يبقى نضيف على الباور 1 يبقى R 4 over 4 يبقى R 4 ساين سكوير C حدود ال R من 1 ل 2 وبيتبقى لي هنا هيبقى الفانكشن هتبقى دي سي طيب أظن هنا بقت سهلة بقت سهلة مرة ال R ب 2 ناقص مرة ال R ب 1 طبعا دي بالنسبة لك أكيد بقت سهلة ما فيش عندك أي مشكلة وبتطلع الفاينل ريزلت هيبقى 15 باي أوفر 2 15 باي أوفر 2 ده الدبل انتجريشن في المسألة اللي هي دي تمام ما فيش مشكلة يعني أنا بوصلها لك لغاية انتجريشن السنجل انتجريشن وبالنسبة لك بيبقى السنجل انتجريشن أكيد بيبقى سهل لأن أنت ممكن تحسبه عادي بيبقى سهل وبتقدر تشيك بالكالكوليتر كمان طيب ال another example بقى نشوف another example example التاني ده هنا بيقول لك إيه بيقول لك find the volume خلي بالك لو طلب volume يبقى لازم يبقى وسط ها find the volume of the solid bounded by plane z ب 0 اللي هو الاكس واي بلين ده الاكس واي خلي بالك ده الاكس اكسس مكانه ستاندرد وده الواي اكسس وده الزد اكسس ها طيب الاكس واي الزد ب 0 اللي هي الاكس واي بلين دي عارفينها طيب والبارابولويد البارابولويد ده عدى علينا ده بارابولويد حتى لو ما قاليش ان هو بارابولويد باوندد باي زد ب 0 وزد ايكوال 1 ماينس اكس سكوير ماينس واي سكوير عارفين كلنا ان ده ايكويشن ليه بارابولويد الفيرتكس ليه اكس ب 0 واي ب 0 وزد ب 1 واوبن داون ها اوبن داون خلي بالك ان هو ممتد لغايه نيجاتيف انفينيتي بس هو قال لي انه قفله يعني لو هو ما حددش الزد بزيرو كان هيبقى الفوليوم انباوندد لانه ممتد لغايه نيجاتيف انفينيتي بس هو قال لي ايه؟ قال لي ان قفله عند ايه؟ عند زد بزيرو قفله بالاكس واي بلين فده ادي اهو اتقفل بالاكس واي بلين بارابولويد من زد خلي بالنا هنا من حاجتين يعني البارابولويد ده عدى علينا قبل كده خلي بالكم عدى علينا اللي كان بيسالني عدى علينا في ريكتانجولار ريجون انه كان قفله كان قفله باكس برقم واي برقم فكان ريكتانجول ساعتها ريكتانجولار ريجون
لو هنا خد معاك خد هنا ده البروجكشن على الاكس واي بلين، لان هنحتاج نعمل بروجكشن الفوليوم على واحد من الكوردينيت بلينز. لو عملنا بروجكشن هنا على الاكس واي بلين، خلي بالكم هنا بقى ادي الاكس واي بلين، فالبروجكشن على الاكس واي بلين، فننتقل من زد هنا اقل زد بزيرو اهو، ولا اديها زد بزيرو لغايه زد للايه للبارابولويد، لغايه زد للبارابولويد اللي هو ده اللي هو ده اللي هو زد ايكوال 1 ماينس اكس سكوير ماينس واي سكوير اللي هو ده فرق الزدات. يعني من واحنا جايين في اتجاه زياده الزد من زد بزيرو لغايه زد للبارابولويد عندنا، وطبعا دي المفترض ده الفوليوم اللي هو عايزه في المساله. هنعمل بروجكشن على الاكس واي بلين، الاقي ده اكس ها ونلاقي ده واي، والبروجكشن على الاكس واي بلين هنا لما زد اكس واي بلين، يعني طبعا عارفين البارابولويد بيعدي على الاكس واي بلين لما زد بزيرو، فده بيديك اوتوماتيك ان لما زد بزيرو يديك اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 1 اللي هي السيركل اللي انا عاملاها بالهايلايت دي، هي اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 1. اهو ده اللي هي الريجون دي اللي هي اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 1 بيعدي، ده اللي احنا عملناها بالهايلايت عندنا. طبعا لو عرفت كده هتلاقي عندك سيمبل سهل قوي، ان هنا طبعا الفوليوم اللي هو عايزه عباره عن دبل انتجريشن على الريجون دي للزد للبارابولويد اللي هو 1 ماينس اكس سكوير ماينس واي سكوير، وهنا دي اريا ادي الفوليوم اللي هو عايزه، قلنا دبل انتجريشن ل 1 ماينس اكس سكوير ماينس واي سكوير دي اريا على الريجون دي. طبعا طالما بنتعامل مع البروجكشن اجزاء من سيركلز هنلاقي طبعا الاسهل ان احنا ننتقل الى البولر، يبقى 1 ماينس ار سكوير ودي ار دي اريا هي ار دي ار دي ثيتا، وفي الريجون عندنا هي سيركل الار من 0 ل 1 والثيتا هتبقى من 0 ل 2 باي. ده مش بس كده يا شباب، ده شايفين هنا المساله كده اصبحت ايه؟ لا اصبحت هنا المساله كمان بقت سيبربل. يعني فاكرين الكيس اوف اندبندنس اللي قلناها المره اللي فاتت، ان لما الفانكشن سيبربل، فانكشن في ار بس تايمز فانكشن في ثيتا بس، والحدود بتبقى values A و B و C و D، فكده can be as a product of two single integration، ال single الأولاني R minus R cubed in terms of R gr وحدود ال R من 0 ل 1 times in terms of theta اللي هي دي theta وحدود theta من 0 ل 2 باي. ما بنقدرش نعمل كده إلا لما تبقى ال integrating function separable، يعني عبارة عن حاصل ضرب two function في R بس times function في ثيتا بس، والحدود values يعني لا تعتمد على الار والثيتا، يعني حدود تبقى ارقام اي بي سي دي. طبعا كده بقت سهله لان ار سكوير اوفر 2 بقت هنا ار سكوير اوفر 2 ماينس ار 4 ذا باور 4 اوفر 4 من 0 ل 1، فكده جابت لي 1 اوفر 4 ودي جابت لي 2 باي، 1 اوفر 4 تايمز 2 باي فبتديني باي باي 2، ده الفاينل ريزلت للمساله. يبقى لما يجي يقول لك الفوليوم اللي باوندد بالاكس واي بلين او اباف الاكس واي بلين اللي هي زد بزيرو و باوندد اباف بالبارابولويد، انت بتحسبها طبعا باي يوزنج البولر، تلاقي باي باي 2 وباي باي 2 بتلاقيها من ضمن الاختيارات عندك. طبعا يعني هي باين ان البولر كده وانس ان انت فهمته بتلاقي الموضوع بالنسبه لك بيبقى سهل وانترستنج، لانك بتتعرف على حاجات جديده عندنا. في مسألة برضو جديدة بالنسبة لك، بس بيقول لك find the volume برضو of the solid under parabolaid، والبارابولويد ده عدى علينا قبل كده اللي هو vertex لي 0 0 vertex لي 0 0 0
والاكسس مع الزد، الاكسيز مع الزد ده بارابولويد بهذا الشكل. مع اتجاه زيادة في الزد اهو. under البارابولويد يعني تحت البارابولويد ده واباف الاكس واي بلين. الاكس واي بلين ادي الاكس ده ستاندرد هنا والواي ستاندرد، وده الاكس واي بلين اهو هنا يا شباب، والايكويشن الاكس واي بلين زد بزيرو. هو قال لك ايه؟ بيقول لك اباف الاكس واي بلين. طيب وايه تاني؟ وانسايد ده الجديد بقى عندنا، انسايد سلندر. سلندر دي طبعا عارفين هي دي سلندر بس فيها اكس سكويرد واكس، لو جبناها في وان سايد هتبقى اكس ماينس 1 اول سكوير بلس واي سكوير ايكوال ايه؟ ايكوال اضفنا 1 يبقى 1 ايكوال 1. يبقى دي طبعا دي سيركولار سلندر والاكسس ليها بار للزد، وفي الاكس واي بلين بتبان سيركل عند اكس ب1 وواي بايه؟ وواي ب0. عند اكس ب1 واي ب0 اللي هو هنا اكس ب1 واي ب0 بتبان السيركل اللي هي دي، هي سيركولار سلندر اهو. مفترض ان هي ممتده من نيجاتيف انفينيتي لبلس انفينيتي، والاكسس ليها بره للايه؟ بره للزد. هي مفترض ممتده كده وممتده كمان من نيجاتيف انفينيتي. هو عايز ايه بقى هنا يا شباب؟ عايز الفوليوم اهو، هو عايز الفوليوم اللي باوندد اباف بالبارابولويد و اباف باوندد اباف يعني اعلى حاجه فيه هو البارابولويد، واباف الاكس واي بلين اللي هو ده لان السلندر ممتده لغايه نيجاتيف انفينيتي above the xy plane و inside the cylinder. inside the cylinder عايز الفوليوم ده. اللي بيهمنا في الفوليوم اللي هو طبعا هو الشكل اللي انا رسماه كده، لكن هو مرسوم افضل هنا في التكست زي ما شايفين كده، بحيث ادي السلندر اهي، ادي ده السلندر، هي دي السلندر هنا اهو السلندر، وهو عايز الفوليوم اللي هو ده inside the cylinder وبيلو البارابولويد واباف الاكس واي بلين اللي هو الزد بزيرو. ده هو عايز الفوليوم ده. اللي بيهمني في الجزئيه دي ان البروجكشن دي ايه؟ طبعا وانس ان احنا هنعمل بروجكشن على الاكس واي بلين هيبقى ده هنا الاكس وهنا الواي، نعمل بروجكشن على الاكس واي بلين. لما بتقرر انت تعمل بروجكشن على الاكس واي بلين يبقى احنا بناخد فرق الزد، اقل زد عندنا هي زد بزيرو هنا، زد بزيرو لغايه عايز فوليوم لغايه زد للايه؟ للبارابولويد اللي هو ده اللي هو اكس سكوير بلس واي سكوير. يبقى الفوليوم اللي هو عايزه طبعا البروجكشن ده على الاكس واي بلين هتبقى السيركل دي اللي هي دي اللي هي شيفتت شويه السيركل، السنتر ليها على الاكس اكسس، على الاكس اكسس والسنتر ليها 1 و 0 هو هنا، والريديوس ليها 1. جبناها منين؟ من الايكويشن السلندر اللي هو ده. ده البروجكشن على الاكس واي بلين اللي هو ده، اللي هو دي ده السلندر اللي اداه، هو ادى اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال تو اكس، وده بيبان السلندر دي بتبان شكلها الحقيقي في الاكس واي بلين، والاكسيس ليها اللي هي fixed direction في اتجاه الزد. ده عارفينه لما جينا من اول lecture قلنا cylinders ده اسمها circular cylinders عندنا، بس shifted في اتجاه الايه؟ في اتجاه الاكس عندنا. طيب في البولر دي الاكويشن دي عبارة عن ايه؟
بنقدر نعرفها x سكوير بلس y سكوير، هي طبعا السنتر ليها على x اكسس بتبقى r equal to a والa ب 1، يبقى r equal to a cosine c، يعني r equal to cosine c. طيب لو انت مش عارف المعلومة دي برضو تعرف تتصرف. هنتصرف ازاي؟ ان نفس الايكويشن اللي هو اداها دي، ادى x سكوير بلس y سكوير اللي هي r سكوير يا شباب، وبعدين equal to ال x وال x r cosine c، يبقى ال r مع ال r يديني ان r equal to cosine c. يعني من نفس الايكويشن بقدر ان انا اعرف ال a البولر ايكويشن للكيرف اللي موجود عندي هنا. طيب يبقى وانس انك عرفت المعلومة دي بقت خلاص سهلة بالنسبة لك قوي الايجاد الفوليوم اللي هو عايزه في المسألة، الفوليوم، لان هنا خلاص المعلومة بقت دبل انتجريشن للزد، والزد قلنا اللي هي x سكوير بلس y سكوير، دي اريا على الريجون اللي هي الريجون دي، وقلنا ان احنا هنكمل بول. لما نيجي نكمل بولة، ها نيجي نكمل بولة x سكوير بلس y سكوير بr سكوير، ودي اريا عبارة عن r دي r دي سيتا، وفي الريجون دي ال r بتتغير من r بزيرو لغاية r للسيركل. طبعا انا عرفت الكلام ده منين؟ لان اجي هنا ده ال r، ال r نعملها بلون مختلف اهي، ده هنا دي ال r، ال r اللي هي دي بتتغير من r بزيرو لغاية r للكيرف اللي هي ب 2 كوزاين السيتا، يبقى من r بزيرو لغاية r equal to cosine c. طيب والثيتا بتتغير كلكم تعلموا هتبقى من negative pi by 2 إلى pi by 2، ده كلكم عارفين المعلومة دي، هي مش case observable، فهنا أجي هيبقى من negative pi by 2 إلى pi by 2، والintegration ده هي r cube بالنسبة لل r هتبقى r to the power 4 over 4، وسبستيتيوت من 0 لغاية 2 كوزاين ثيتا، وهنا هيبقى تي ثيتا، هيبقى لو خرجنا هيبقى هي ال 2 تو ذا باور 4 بيبقى 4 تايم 4 بكام؟ ب 16 اوفر 4، يبقى نخرج 4 والانتجريشن من نيجاتيف باي باي 2 الى باي باي 2، ويبقى كوزاين تو ذا باور 4 يا شباب، كوزاين تو ذا باور 4. النوعيات دي من المسائل خلي بالك بقى ان انت ما تنساش ولا اللي خدته في ماس 1 هنا. الانتجريشن ده طالما هي هو ايفن، يعني هنا ادي الفوليوم هنا طلعناه انه 4، الانتجريشن من نيجاتيف باي باي 2 لباي باي 2 لكوزاين ليها باور 4 ثيتا دي ثيتا، ما ننساش ولا بس ولس بتحسب من 0 لباي باي 2، طالما الباور ايفن يبقى ده عباره عن 2 الانتجريشن اللي هي 8 الانتجريشن من 0 لباي باي 2 لكوزاين تو ذا باور 4 ثيتا دي ثيتا. ما ننساش ولس، لانك لو مش هتعرف ولس هتطول معاك المساله. يعني الهدف من نوعيات الاستايلات دي في المسائل لما تيجي تستعمل البولر كووردينتس، او لما تلاقي الانتجريشن من 0 باي باي 2 لساين تايمز كوزاين يبقى ابلاي ولس عندنا. بنذكرك هنا بولس، ان ولس الباور الان ب 4، فبتيجي في الدوموريتور بتقول 4 تايمز 2 ويبقى كده خلصت، تيجي في النوميريتور تنقص 1 يبقى 3 تايمز 1 كده خلصنا، بعدين هنا تايمز باي باي 2، تايمز باي باي 2. بعدين لما تيجي تختصر ادي ده 8 مع ال 8 ويتبقى لنا 3 باي باي 2. طبعا لو مش هتعرف ولس هتلاقي الموضوع بيطول معاك شويه، وبعدين هنا بتلاقي 3 باي باي 2 من ضمن الاختيارات في يعني. يعني بنلاقي التكملة بالبولر بيبقى سهل يا شباب، التكملة بالبولر بيبقى سهل. أيوة سؤال؟ هو معلش، هو ليه 2 كوزاين ثيتا اللي خدناها؟ يعني ليه من 0 ل 2 كوزاين ثيتا؟ معلش ما جمعتهاش. هي ليها سكتين، ليها سكتين، ان انت هنا ريفيرد للريجون دي مش كده؟ احنا قلنا لما يبقى السنتر على السنتر على الاكس اكسس بتبقى ال r equal to a cosine theta، تمام؟ وال a ب 1 هتبقى ب 2 cosine theta، ال a اللي هي الريجس، تمام؟
طيب معرفتش دي، معرفتهاش، ها معرفتهاش. احنا قلناها قبل كده في ملحوظه، يعني احنا قلناها بنقولها واحنا بنشرح، اللي هي دي الاكسس مع الاكس اكسس بتبقى بتو اي كوزاين ثيتا، ولو الاكسس ولو السنتر على الاكس اكسس بتو اي كوزاين ثيتا، ولو السنتر مع الواي اكسس بتبقى بتو اي ساين ثيتا. لو ما عرفتهاش نشوف كده، لو ما عرفناش هنعمل ايه. ايوه اهي، لو ما عرفتهاش هو اصلا معطيك الايكويشن دي اللي هي اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال تو اكس، مش كده؟ فبتجيبها ازاي بالبولر؟ اكس سكوير بلس واي سكوير بايه؟ بار سكوير، اهو جبناه. وبعدين ال 2x بنشيل كل x ونعوض بار كوزاين سي، يبقى 2r كوزاين سي، يبقى نكنسل السكوير مع الار، يبقى الار ايكوال تو كوزاين سي عندنا من نفس الايكويشن اللي هو ده، اللي هي دي. واضحه؟ يبقى جبناها بالطريقتين والاثنين ادانا نفس الايه؟ نفس الاجابه. دي بتقول لك 2a كوزاين ثيتا والاي ب1 لان السنتر على الاكس اكسس، والثانيه من نفس الايكويشن، يعني لو ما عرفتهاش بتوصل لها من الايكويشن اللي بيدي. دكتور معلش. ايوه، هو واحنا بنسبستيوت في الانتجريشن، يعني لما عملنا الانتجريشن الاولاني اللي هو بالنسبه لدي ار، كان المفروض الليمتس والانتجريشن من 0 ل 2 كوزاين ثيتا، احنا ليه بقى ما عملناش بعد كده؟ يعني ليه ما عوضناش بزيرو؟ ولا هي هتطلع زيرو على طول ولا ايه؟ ايه تاني؟ طيب طب لحظه هجاوب بس اللي هو ليه اللي هو كان بيسالني على الحدود ليه 2 ايه كوزاين. احنا قلنا هنا هيبقى ار سكوير ايكوال 2 ار كوزاين ثيتا، وبالتالي الار ايكوال 2 كوزاين ثيتا، 2 ار كوزاين ثيتا، 2R كوزاين ثيتا. ال R equal to كوزاين ثيتا ده السيركل اللي هي اللي موجودة، هي 2 كوزاين ثيتا، 2 كوزاين ثيتا. وهنا كان ال R square equal to sin ثيتا، وبالتالي ال R equal to sin ثيتا. هنا لا، هنا ليه؟ ليه ليه كان من هنا؟ سؤالك بقى ايه؟ اتفضلي اتفضلي، بتسألي على الحدود تقريبا، حدود الانتجريشن مش كده ولا ايه؟ اتفضلي، سؤالك تقريبا على حدود الانتجريشن ولا ايه؟ ايوه اللي بتسأل اتفضلي. يجوز النت، طب سامعيني كده يا شباب؟ النت تقريبا سامعين حضرتك كده. كانت بتسأل سؤال وبعدين يعني تقريبا النت انفصلت عندها، على حسب يعني ما على حسب ما يعني شفت هنا، او على حسب مستنتج ان هي كانت بتسأل على الحدود الانتجريشن في البولر كوردينيت، ليه الحدود او ليه زيرو او كده، كنت على حسب ما اعتقد ان هي كانت تسال ليه على الحدود. هو اولا لما بتيجي تعمل سكان للاريا دي فانت بتقسمها كده شرايح، بتعملها سكان بشرايح مثلثيه، ها شرايح مثلثيه، طيب بحيث ان هي اقل فاليو للار بزيرو، اعلى فاليو للار على ار للسيركل. لما تيجي تحركها اقل فاليو للثيتا هتبقى من نيجاتيف باي باي 2، واعلى فاليو للثيتا بتبقى ببلس باي باي 2 غالبا. ده لو كان ايه بتسال على حدود الانتجريشن. لو النت جات عندها ممكن هي تيجي تسأل تاني، ما عندناش أي مشكلة. عندنا في أي سؤال هنا بالنسبة للجزئية دي؟ طبعا وانس إنك عرفت إن هتشتغل بولر بيبقى الموضوع بالنسبة لك بيبقى سهل، يعني بتبقى خلاص يعني تكملة بتلاقيها بتسهل لك إجراء الانتجريشن. يعني نقدر نعتبر إن البولر كوردينيتس نوع من استخدام سبستيتيوشن، يعني بتسهل لنا
اجراء الايه بتسهل لنا اجراء الدبل انتجريشن عندنا. تمام. طيب برضو من ضمن يعني الحاجات الانترستنج فيما يخص الدبل انتجريشن خصوصا البولا، الحاجات الانترستنج اللي هي حساب الانتجريشن ده، انتجريشن من زيرو مثلا لانفينيتي لاي تو ذا باور نيجاتيف اكس سكوير، ده من ضمن الحاجات اللي بنستعمل فيها. طبعا عارفين طبعا من الناس وان ان الانتجريشن ده ما كانش ستاندرد، طبعا ما كانش ستاندرد وما فيش تكنيكس نقدر ان احنا نستخدمه بيه، ده بالنسبه لي. طيب ويبقى ما كانش ستاندرد وما كانلوش تكنيكس ان احنا نستخدمه فيه، نستخدم الانتجريشن دي يعني ما كانلوش تكنيك معين. طيب ايه بقى الحل ليه؟ الحل ليه ان احنا نحسبه بالدبل انتجريشن، يعني نقول ان اي هو ده واي نفسه لو غيرنا الفاريبل وعملنا له انتجريشن من زيرو لانفينيتي لاي تو ذا باور نيجاتيف واي سكوير دي واي، هيبقى هو هو يعني لما طبعا من الانتجريشن بور بارتس هتبقى لما ريبليس ال اكس بالواي يدي اكيد نفس الفاليو عندنا. فمعانا اي هو انتجريشن من زيرو لانفينيتي لاي تو ذا باور نيجاتيف واي سكوير دي واي، وهو الاي برضو من زيرو لانفينيتي لاي تو ذا باور نيجاتيف اكس سكوير دي اكس عندنا. الحاجه هنا من ضمن الحاجات الجميله ان احنا بنقدر نحسب اي سكوير، بس مين الاي سكوير؟ اللي هي اي تايمز الاي، يعني الانتجريشن الاي تايمز الاي هيبقى واحد منهم اي تو ذا باور نيجاتيف اكس سكوير تايمز اي تو ذا باور نيجاتيف واي سكوير، واحد منهم دي اكس من زيرو لانفينيتي والتاني دي واي من زيرو لانفينيتي. طبعا دول يتجمعوا مع بعض اللي هو دبل انتجريشن من زيرو لانفينيتي لاي تو ذا باور ماينس اكس سكوير ماينس واي سكوير دي اكس دي واي، واجراءه كمان بالبولر كوردينتس عندنا. طبعا دي اكس دي واي والاكس والواي من زيرو لانفينيتي فهي الفيرست كوارتر عندنا، ده الجديد برضو. و ساعتها هيبقى الدبل انتجريشن ننتقل للبولر ويبقى e to the power minus r square times dx dy اللي هي r dr dc. فال r في الريجن دي، ال r في الريجن دي بتفاليد من 0 لغاية infinity في الفيرست كوارتر الربع الأول يعني، والثيتا في الربع الأول فاليد من 0 لغاية باي باي. طبعا الانتجريشن ده ستاندرد ما فيش مشكله، يعني هو فيه بقى هنا ان ده اسمه الامبروبر انتجرال لما حدود الانتجريشن بانفينيتي، يعني بالنسبه لك انت مش هتشكل لك مشكله لان احنا بنخليها ايه وناخد ليميت بعد ما بنطلع الاجابه بدلالتها، بعد ما بنطلع الفين الريزلت بنجيب ليميت لما الاي تندس تو انفينيتي فبتلاقيها باي اوفر 4. خلي بالك ده الاي سكوير، يبقى هنا الاي هتبقى روت باي اوفر 2، وده من الانتجريشنز اللي معروفه ان انتجريشن من 0 لانفينيتي لاي تو ذا باور نيجاتيف اكس سكوير دي اكس بيطلع بروت باي اوفر 2، دي من ضمن الحاجات اللي بتبقى معلومه عندنا. تبقى عارف ان اصلا ما قبل كده يعني ده من ماس 1 ما كناش ما خدناهاش في ماس 1، الانتجريشن ده مش ستاندرد وما كانش فيه تكنيكس درسته في ماس 1 يحله لك اصلا، فده مش ستاندرد وما ينفعش يبقى ستاندرد ومفيش تكنيكس يحله. اللي يحله انه يبقى دبل انتجريشن، والدبل انتجريشن ان من الانتجريشن بروبارتس يعني حله في ماس 2 ان يبقى من الانتجريشن بروبارتس نعمل واحد زيه ان ترمز اوف واي اي تو ذا باور ماينس واي سكوير دي واي، وان ان اللي بنقدر نجيبه دبل انتجريشن بنقدر نجيب اي سكوير اللي هي اي تايمز الار اللي هي دبل لاي تو ذا باور نيجاتيف اكس سكوير نيجاتيف واي سكوير دي اكس دي واي، حدود الاكس من 0 لانفينيتي ومن 0 لانفينيتي ده بقى نحوله بولر، بولر بقى ستاندرد وطلع عندنا الانتجريشن نفسه طلع روت باي اوفر 2 عندنا.
ده من ضمن المعلومات عندنا، يعني اللي كان يعني اللي يحلوا الدبل انتجريشن، يعني الانتجريشن ده ما يتحلش في ماس 1، حله في ماس 2 ويتحل بدبل انتجريشن ويتحل بالبولر كمان، يعني يتحل بعد محاضره، بعد الليكشر بتاعه النهارده كمان. تمام. في بقى حاجات بقى يعني 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 اعلى ليفل شويه، ممكن بس نديكوا فكره عنها لكن تقدروا برضو تفكروا فيها بنفس الاسلوب، هي سهله برضو بس جديده برضو شويه بالنسبه لك، في اول فكره بتبقى جديده لكن بعد كده بتتعرف عليها. مثلا لو قال لك فايند الفوليوم بتوين تو بارابولويدز، البارابولويد ده عدى علينا، البارابولويد ده اللي هو البارابولويد يهمني فيه فيرتكس والاكسيس اوف سيمتري، خلي بالكم هنا الاكس هنا والواي هنا ستاندرد والزد هنا، فالبارابولويد زد ايكوال اكس سكوير بلس واي سكوير فيرتكس ليه 0 0 واوبن اب، ادي اهو بارابولويد لاعلى والسكشن ليه بيبقى سيركل بهذا الشكل. تمام. طيب والثانيه البارابولويد الثاني ده بارابولويد الفيرتكس ليه لما اكس ب 0 واي ب 0 زد زد ب 8 اهو، يبقى 0 و 0 و 8 واوبن داون هنا يا شباب، اوبن داون افترض ان هو اوبن داون لغايه نيجاتيف انفينيتي، بس هو عايز الفوليوم اللي بين التو بارابولويدز دول، هنا 0 0 0 بين التو بارابولويدز دول اللي هم دول. طبعا جديد طبعا، لكن احنا درسنا في الكوادراتيك سيرفيس، ممكن ده يبقى دومين في مساله، تيجي تجيب ده اقل من الزيرو ده اعلى ده روت وده روت، تلاقيه اللي هو intersection between two parabolas دول، ده ممكن يطلع لك في الدومين جاي من quadratic surfaces عندنا. لو المسألة كده المفترض عايز الفوليوم اللي بتوينهم، بتخلي بالك بقى من الاتي، أولاً هنحتاج البروجيكشن على الاكس واي بلين، طبعاً هما الاتنين بيلتقوا في هنا لما بتعملها بروجيكشن تبقى بروجيكشن على الاكس واي بلين، عايزين نشوف الايكويشن دي ايه، لان ده البروجيكشن هنا في الاكس واي بلين، طبعا بنحتاج نعمل بروجيكشن للفوليوم على واحد من الكوردينيت بلينز مش شرط الاكس واي بلين يا شباب. ها فاحنا هنا لو 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 قررنا بنشوف البروجيكشن على الاكس واي بلين هيدينا ايه. وانس انك هتعمل بروجيكشن على الاكس واي بلين، يبقى الفوليوم هنا انت بتاخد فرق الزدات، فرق الزد عشان بس بتسالونا السؤال ده هنا، لان الفوليوم اهو فرق الزد، فرق الزد يبقى في الحالة دي هيبقى الدبل انتجريشن هيبقى زد 1 بارابولويد اللي هو اكس سكوير بلس واي سكوير، وزد 2 اللي هو البارابولويد اللي هو اللي هو اوبن داون اللي هو زد 2، فده زد 1 وده زد 2 اللي هو ايكوال 8 ماينس اكس سكوير ماينس واي سكوير، ده مبدئيا يعني فرق الزدات عندك زد اللي فوق ماينس زد اللي تحت، لان الفوليوم لازم يطلع بالايه بالبوزيتيف عندك. طيب والبروجكشن على الاكس واي بلين ده اجيبه ازاي؟ حد يقدر يستنتجه لي يفكرني فيه ازاي بيجيبه؟ طبعا اولا لما زد قد الزد بنساوي الزد دي الزد دي بس سنتر ليها كام وراديوس ليها كام؟ طبعا لما بنساوي الزد مع الزد فبيديك ان 8 ماينس اكس سكوير ماينس واي سكوير ايكوال اكس سكوير بلس واي سكوير، بتساوي الزد مع الزد. تمام. فبيدي لك ان 2 هنجيبهم في وان سايد، هيبقى 2 اكس سكوير بلس 2 واي سكوير ايكوال 8، ومنها اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 4، يبقى ده الايه ده البروجيكشن بهذا الشكل، فبيبقى سنتر 0 0 هي السيركل اللي انت قلتها برافو، والريجس ليها بيبقى ب 2 سنتر 0 0 ريجس. ده اللي هو المفترض ده الريجون دي على الاكس واي بلين عندنا سنتر 0 0 وريجس 2 عندنا، يبقى الدبل انتجريشن لفرق الزدات زد اللي فوق اللي هو 8 ماينس اكس سكوير ماينس واي سكوير، ده زد الكبير ماينس زد الصغيره اللي هي ماينس اكس سكوير ماينس واي سكوير، زد للبارابولويد الاعلى ده هي اللي فوق ماينس زد اللي. وبعدين معانا هنا دي اريا، معانا دي اريا
على الريجون دي اللي هو دي. فده بيدي 8 minus 2x square minus 2y square. ده هنا الانتجريشن. طيب المفترض طبعا طالما بنتعامل مع اجزاء من سيركل يبقى هنا الفوليوم هيبقى ننتقل لبولر كوردينيت عندنا. هيبقى 8 minus 2 r square اللي هو x square plus y square times d area اللي هي r dr دي ثيتا. وال r في البولر هيبقى من r ب 0 لغايه r ب 2 تمام، والثيتا من ثيتا ب 0 لغايه ثيتا ب 2 باي. طبعا البولر كوردينتس هنا سهلت لنا كتير اجراء الانتجريشن هنا يا شباب. ليه؟ لان هنا بقى تو سنجل انتجريشن هنا يا شباب، لان الفانكشن نفسها سيبرابل اللي هي عباره عن 8r minus 2r cubed dr function في r بس times function في ثيتا بس اللي هي دي سي، والحدود values اللي هي 0 و 2 و 0 و 2 باي. يبقى هنا 0 و 2 وهنا 0 و 2 باي. بالنسبه للثيتا قضيتها خلصانه لانها بتدي 2 باي. طب بالنسبه للr هيدي r سكوير اوفر 2 فبيدي 4 r سكوير. وبالنسبه ل r 4 اوفر 4 يبقى ماينس r 4 اوفر 2 يعني 4 مع 2 و substitute من 0 ل 2. عندي 0 ب 0 وعندي 2 هيديك كام هنا؟ هيديك ال value دي اللي هي هتبقى 16 minus 16 over 2 minus 8. يبقى هنا بيدي 8 times 2 فبيدي 16 by اللي هي final result من المسألة اللي هي عبارة عن ايه؟ الفوليوم اللي between ال 2 paraboloids عندنا ال 2 paraboloids. يعني هي بس يعني بتخلي بالك ان في نوعيات من المسائل ان ممكن نفس المساله دي between two parabolas الاكسس مع الاكس اكسس، الاكسس مع الاكس اكسس، هنا الاكس وهنا الواي وهنا الزد. نفس الايكويشن بتلاقي واحد بارابولويد الاكسس مع الاكس اكسس اللي هو هنا اهو، والتاني عند 008 ده عرفناه من الكوادراتيك سيركسس. فده between the two paraboloids والاكسس مع ايه؟ مع الاكس اكسس. ساعتها لما نيجي نعمل بروجيكشن هنعمل بروجيكشن على انهي بلين يا شباب؟ هنعمل بروجيكشن على الواي زد بلين. فبيبقى هنا الواي وهنا الزد. لما يتساوى الاكس مع الاكس هيبقى معانا واي سكوير بلس زد سكوير ايكوال 4 اللي هي ايكويشن لسيركل بس في الواي زد بلين هنا يا شباب. هي نفس الفكرة بس البروجيكشن اللي بيدي سيركل بيبقى مع الواي زد بلين. العملية سهلة يعني، عملية لما بتفهم بتلاقي العملية بقت انترستنج. وليه الأسهل إن احنا نتعامل مع البروجيكشن في الواي زد بلين؟ علشان بنتعامل مع سيركل ونتعامل مع البولر كوردينيتس عندنا. فبتلاقي برضو نفس الحكاية إن الفوليوم عبارة عن دبل انتجريشن، هيبقى 4 minus ال y square plus z square اللي هي minus r square، ومعانا r هيبقى dr دي ثيتا اللي هي dy دي z اللي هي r dr دي ثيتا. وبرده ال r هتبقى هنا من 0 ل 2 والثيتا هتبقى من 0 ل 2 بار. يعني بتلاقي نفسك ان المسألة طالما فاهم بتلاقي الموضوع بالنسبة لك بيكون سهل قوي، ما فيش إن شاء الله أي مشكلة أو أي حاجة عندك. يعني برضو يعني آخر حاجة برضو عشان يبقى دي آخر فكرة أو آخر مسألة، إن ممكن يبقى البارابولويد والأكسس مع الواي، يعني نفس المسألة الأكسس مع الواي. برضو قلنا هنا الإكس وهنا الواي وهنا الزد، يعني نفس المسألة بتكون تو بارابولويدز والأكسس مع إيه؟ مع الواي. طبعًا لو هو بارابولويد واحد هنا يا شباب اللي هو يعني أرسمها في السلايد الثانية. لو هو بارابولويد واحد والأكسس مع الواي، لو بارابولويد واحد والأكسس مع الواي ده نعرفه، يعني ممكن يدي بارابولا واحد بس وهو بهذا الشكل بارابولا ومكتوب داون بهذا الشكل بارابولويد يعني،
وبارابولويد وبهذا الشكل، بيقول لك باوندد ب هنا اكس وهنا واي وهنا زد، فباوندد بواي بزيرو يعني باوندد باي زيرو اللي هو الاكس زد بلين عندنا. ففي الحاله دي بتلاقي ان انت بتعمل بروجكشن على الايه على الاكس زد بلين عشان يظهر لك سيركل، وان انت تكمل طبعا بتاخد فرق. طالما هتعمل بروجكشن على الاكس زد بلين يبقى البربنديكولار عليه هو الواي، هو الواي كوردينيت، فبناخد فرق الواي، الواي بزيرو اللي هو الاكس زد بلين ده واي بزيرو لغايه الواي بايه الكبيره على ايه على البارابولويد. دي مساله ثانيه تمام، يعني عشان تبقى عارف ان ممكن يظهر لك برضو البولر لما يبقى بارابولويد الاكسس مع الواي، وعايز الفوليوم اللي باوندد اللي باوندد بالبارابولويد. مثلا سي الايكويشن للبارابولويد ده هيبقى مثلا اجي واي ايكوال اجي 4 مثلا ماينس x سكوير ماينس z سكوير مثلا فور اكزامبل تمام، والواي بزيرو اللي هي الاكس زد بلين عندنا، فبتروح تعمل بروجكشن على الـ على الاكس زد بلين عندنا. بالنسبه للمساله اللي احنا قلناها مع بعض، بالنسبة للمسألة اللي احنا قلناها مع بعض، عايز الأكسيس مع الواي نفس المسألة دي آخر حاجة بس نقولها هي دي، يعني نفس المسألة ممكن يبقى الأكسيس مع أي كوردين طالما أنت بتبقى فاهم. أجي بيبقوا between two parabolas أهو، واحد open up والتاني open down مثلا for example، بس ان هما بيتطبقوا هنا وبتعمل projection على ال x z plane اللي هو ده. وفي الحقيقة هنا في الغالب هتلاقي هنا ال x z plane عشان يظهر ال circle. لما بتعمل projection على ال x z plane بتاخد فرق الوايات زي ما قلنا، بحيث أقل واي يعني عشان بس تسألوا السؤال ده نعملها هنا بلون تاني، بتاخدوا فرق الإيه فرق الوايات اللي هو هنا. لما أقل واي هي واي للبارابولويد الأولاني اللي هو واي 1 ده أقل واحد اللي هو اكس سكوير بلس زد سكوير، وبعدين أعلى واي اللي هو الواي للبارابولويد التاني اللي هو واي 2 اللي هو ايكوال ايه ماينس اكس سكوير ماينس زد سكوير. وفي الحالة دي بنعمل بروجكشن على الاكس زد بلين عشان يطلع البروجكشن هو السيركل اللي هو دي. ويبقى في الحالة دي هيبقى برضو الدبل انتجريشن بيستعمل ليها البولر كوردينتس بنفس الأسلوب، ويبقى برضو ار دي ار دي سيتا، وتشوف الحدود الانتجريشن عندك الار بتبقى من 0 ل 2 والسيتا بتبقى من 0 لباي لتو باي عندك.